تفضل يا فندم. تسلم تسلم يا سيادة العميد، وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. يعني حقيقي شاكر لحضرتك يعني المقدمة والترحيب، وده يعني ليس ببعيد عنكم، ويعني شاكر للدكتورة دعاء صراحة التنسيق لهذا الويبينار يمكن من قرابة الشهر صراحة يعني، فشكرا جزيلا للدعوة، بل بالعكس أنا اللي بتشرف حضرتك إن أنا أكون معكم، ويا رب إن شاء الله فعلا يكون هذا الويبينار يعني فيه من الإفادة والنفع. يعني دائما أنا أقول وأبدا إن الإفادة والنفع أنا بكون أكثر المستفيدين من الخبرات اللي موجودة ومن النقاش اللي أكيد اللي بيضيف ليا، ويا رب يكون فعلا فيه إضافة للجميع. في وقت بقى موضوع الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس والجنريتيف اي اي هو بقت زي ما بيقولوا كده لغه العصر، الشات جي بي تي بقت احد التولز اللي احنا بنقول، ويمكن انا هقولها وهعيدها اكثر من مره، الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس will not replace us but will replace the most boring part of our jobs. وده هدفنا النهارده وهدفنا في اي ويبينار بنقدمه فيما يخص الارتفيشال انتليجنس، ان احنا نتشاور ونشارك مع بعض الخبرات في ايه هي التولز اللي فعلا تخلي الارتفيشال انتليجنس هو الاسيستنت لينا في شغلنا من اجل زياده البرودكتيفيتي والافكتفنس في كل ما يخص التعليم الطبي. هنتكلم النهارده عن الدور اللي ممكن يلعبه للتشات جي بي تي والجنريتيف اي اي في التيتشنج، في الليرنينج، في الاسيسمنت، في الريسيرش، في امباورنج الليدرشيب. وعندنا جزئيه ان شاء الله يعني ممكن دي نخصص لها كمان يمكن ويبينار مستقل، اللي هو الرول بتاع الاي اي والجنريتيف اي اي مع الهيلث كير بروفايدر، لان بقى برضه دخول الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحيه بقى له رول كبير لابد برضه ان ننتبه ليه، لان احنا زي ما بيقولوا هو يعني التكنولوجيا لابد ان تكون هي صديقتنا، الارتفيشال انتليجنت صديق يعني ودود لينا ان احنا فعلا نستفيد منه، عشان ما نبقاش احنا يعني عايز اقول كده رجعنا لورا شويه والناس بتسبقنا. انا هحاول بقدر المستطاع ان شاء الله تكون الويبينار او ورشه العمل زي ما اتفضل دكتور احمد انتر اكتيف بمشاركتكم، عشان كده هي اول اكتيفيتي بنعملها هنعملها على المنتي دوت كوم. عندنا تو اوبشن، يا اما نروح على منتي دوت كوم اللي هو موجود على الشاشه، او نعمل سكاننج للباركود ده وهنروح مباشره على الموقع ونجاوب على الاسئله اللي موجوده فيه. الاول الكود انا هطبعه هعمل له نسخ واحطه على الشات حالا دلوقتي، ويبقى قدامنا الخيارين، يا اما نروح على منتي دوت كوم برضه احط اللينك بتاعه او اليو ار ال بتاعه على الشات ونروح نجاوب على الاسئله المطروحه قدام حضراتكم. في منتي دوت كوم طبعا يعني ان شاء الله الجميع هيشارك باذن الله بدون مقاطعه، لان فعلا بتفرق المشاركه، وزي ما قلت حقكم النهارده هيبقى في حاجات فيها هاندز اون ورك شوب، حاجات فيها نقاش وحضراتكم تجاوبهم، بحيث ان شاء الله يعني الفتره اللي هي يمكن اكثر من ساعتين باذن الله تكون فيها اكبر استفاده. هيكون في كمان مشاركه للريسورسز، هي عندي يعني ان شاء الله اكثر من ريسورس ان شاء الله اشاركها مع حضراتكم اثناء الويبينار، وجزء منه يعني في حاجات اوريدي بعتها للدكتوره دعاء، وهبعت برضه بقيه الحاجات للدكتوره دعاء، بحيث يكون عندكم كل الريسورسز اللي لها العلاقه، بحيث ان بعد ورشه العمل او الويبينار يكون عندنا حاجات نقدر نستفيد منها. مش عارف هو انا لسه دي ما راحش، نبدا نجاوب لو كان ظهر قدام حضراتكم الاسئله. السلام عليكم دكتور محمد، معاك الدكتورة أميرة والي من مدير وحدة القياس والتقييم في الدلتا. أولا حضرتك منور، ثانيا اللينك هي أصلا بتاعت منتيمتر ما هياش أكتف، فإحنا بندخل من جوجل على منتيمتر، فده ده بيأخر شوية الوقت. ولا يهم، هو انا برضو كان عندي هي غابت عندي دلوقتي، ما انا بقيت اكتب عندي، يبدو انا كمان عندي النت الدكتوره اميره كان فيها تاخير. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره اميره، فكده خلاص ان شاء الله اشتغلت يعني. إن شاء الله بإذن سلام الله. سلام حضرتك، الف شكر دكتور. الاكسبكتيشن انوفيشن يا رب ان شاء الله. نو اباوت اي اي ان ميديكال اديوكيشن، هاو تو يوز اي اي ان ريسيرش اند اديوكيشن، ليرن هاو تو يوز اي اي ان ريسيرش، هاو تو اوفركم فالسيفيكيشن باي جي بي تي تشات
تشات جي بي تي اند كود وي ديتكت بلاجرازم هاو تو ابلاي اي اي ميديكال اديوكيشن وات از ذا امبورتانس اوف اي اي ميديكال اديوكيشن اديوكيت هاو تو يوز اي اي ان تيتشنج ريسيرش بروسيس. يعني ان شاء الله حضراتكم يعني باذن الله نكون عند حسن الظن ونغطي هذه نقدر نقول اكسبكتيشن او ليرنينج اوت كمز او ما يزيد كمان باذن الله. طيب Are you willing to use AI in teaching, learning, and empower your leadership skills? Yes, 3 في عندنا 3 yes, 5, 7, 9, 10, 11. اعتبرني 12 لغاية بس ما يفتح عندي، معلش يا دكتور محمد. اوكي على فكرة لو حد عايز يحط يكتب في الشات كمان مفيش مشكلة، عشان يعني لو في مشكلة في لينك او فاتحه بس فاتحه الموبايل فلسه بفتح في اللابتوب بقى. ولا يهم الدكتور مفيش مشكله. كويس عندنا حد يعني من الدكتور وفي في نوت شور وفي نو. طيب يعني اهلا وسهلا طبعا بالجميع، احنا مرحبين بالكل طبعا بالنو والدكتوره اكرام ياس ودكتور محمد ياس. اوكي دكتور محمد سعيد تمام. طيب جميل جدا ان يعني طبعا كويس ان في ناس ويلنج في نو وفي نوت شور، ويعني هنسيبهم هم بعد في نهايه الدكتوره ايه ياس دكتوره زينب ياس، هننتظر في النهايه زي ما بيقولوا كده ونشوف الدكتوره علا ياس عندنا يعني عدد لا باس منه ياس، هنشوف في النهايه الدكاتره او الدكتورات او الدكاتره اللي قالوا نو اور نوت شور رايهم هيكون زي ما هو ولا هيتغير. طيب نيجي للسؤال التالي، وات از وات ار ذا موست امبورتنت تشالنجز فور انتجريتنج اي اي ان ميديكال اديوكيشن براكتس. اكيد في تحديات فاحنا عايزين نسمعها لان دي برضو جزء من الكلام اللي هنتكلم عنه النهارده. فاندنج اوكي، ايه تاني؟ ايه تاني غير الفاندنج؟ lack of experience. شكرا دكتوره دعاء، وده يعني شاكرين ان قسم التعليم الطبي شاف ان موضوع التريننج والتريننج زي ما حضرتك قلت كده مهم ان احنا نتدرب ونستكشفه، عشان زي ما قلنا في البدايه ان احنا ما نبقاش يعني كده lagging behind التكنولوجي. دكتوره هاله limited knowledge والدكتوره اميره الفاكالتي كاباسيتي، يا رب تكون النهارده بدايه لان احنا نعمل الفاكالتي كاباسيتي او الف... او الف... او البيلدنج للكاباسيتي ان شاء الله. انترنت كونكشن اند تكنولوجي انفراستراكشر انترنت كونكشن اكسبيرينس نولج اند تريننج ريزيستنس ديفيكولتي ان ابلكيشن ليميتد انترنت. جميل جدا، وده هنتكلم عنه دكتور احمد الفاسيلتيز ليميتد نولج اكيوريسي اوف ذا ريزلتس اند اوتكمز ان اي اي ريسيرش. كلام جميل وهام جدا ليس فاسيلتيز، جميل جدا الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده، وانا يعني حاطين جزء في الاخر مش تيك هوم، مش مسجايه واحده، مجموعه من المسجز في النهايه هنتكلم عنها، نغطي حاجات من اللي حضراتكم قلتوها. طيب نيجي لاخر حاجه ودي يعني كده ليها هيدن اجنده شويه، يعني سؤال هاو كود يو ريد ذا تايتل بتاع ويبينار النهارده، شات جي بي تي اند ميديكال اديوكيشن هاو فاكالتي كان ليد ذا اي اي دريفن ترانسفورميشن ان تيرمز اوف. العنوان ده ايه رايكم حضراتكم فيه من ناحيه الكلاريتي الانترست والريليفانس تو يور براكتس؟ عنوان ورشه عمل اليوم حضراتكم عندكم سكيلز من 5، بيبدا من اول نوت كلير ان انترستنج اند نوت ريليفانت لحد فيري كلير هايلي انترستنج اند بيرفكتلي ريليفانت. ده السؤال الاخير اللي هنختم بيه، السكيلز من 1 الى 5. دكتوره اميره اختارت 5، وعايزين اختيارات كمان هنا على الايه على المنتين. اوكي عندنا أربعة وأربعة من الدكتورة هالة والدكتور محمد والدكتورة إكرام والدكتور أحمد، يعتبروا كلهم أربعة، وعندنا هنا في 10 مختارين أكتر حاجة مختارينها ما بين fairly clear و very clear وفي not clear كمان وان interesting و not relevant. يعني تقريبا لو حطينا fairly clear و very clear هيبقوا يعني اكتر، بس في عدد لا باس منه ما بين neutral و somewhat unclear و not clear و un interesting دول العشرة، وبالاضافه للموجودين في الشات. اوكي زاد شويه fairly clear، يعني لو قلنا مثلا اوكي يعني ممكن الفيل اللي فيه مع الفيل الكبير هيبقى اعتقد اعلى شويه. طيب
ليه حطيت السؤال ده؟ أنا أول مرة أحطه في هذه ورشة العمل، لأنه هو في الواقع إن هذا العنوان اللي تشات جي بي تي هو اللي اختاره، طلبت منه إن هو يختار لي 5 أو 6 عناوين يكونوا interesting ويكونوا relevant ويكونوا كمان attracting الأودينس، فاختار لي 5 أو 6. أنا اخترت ده، اجتهدت واخترت ده منهم، بس أنا حبيت أوصل لحضراتكم إن من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدم فيها الـ AI إن هو ممكن يختار لنا عنوان لتوبكس أو يختار لنا عنوان لورشة عمل زي دي. فده واحدة من الأبلكيشن، طبعا مش الأبلكيشن الأساسية، بس هي كده يعني في الطريق. طيب ممكن انت يا دكتور محمد، اتفضل يا فندم. بالنسبه لاختيار العنوان ده، يعني انا كنت لسه في مناقشه مع ابني في انجلترا، وكان عامل بحث وكان بيسالني اختار ايه عنوان البحث، وبعت لي 1 او 2. قلت له لا، اسال تشات جي بي تي. اها تمام، ماشي يا دكتور. سال تشات جي بي تي، بعت له 10 عناوين للبحث. مش عايز اقول لحضرتك، ال10 احلى من بعض. فيعني فعلا دي حاجة قيمة جدا جدا. والله شكرا دكتور أحمد، وبالفعل يعني بنجتهد، بس صراحة يعني برضو من تجربة الواحد المتواضع، وزي ما حضرتك اتفضلت، بلاقي في أوقات كتيرة إن هو زي ما حضرتك اتفضلت بيديني فرايتي أوف حاجة أوف تايتلز مثلا، أو وأبدأ أنا أختار، يعني فعلا بتبقى الحاجات امبرسيف صراحة يعني. تمام. ففعلا أنا حبيت يعني أشارك حضراتكم دي كده في البداية، يعني عشان يعني كمثال للحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الشات جي تي او الاي اي بصفه عامه. فشكرا لحضرتك، يعني حضرتك يعني سبورت للي بقول، تسلم يا رب. طيب النهارده هنتكلم عن ذا فيوتشر اوف ميديكال اديوكيشن. كود بينيفيت فروم اي اي ابلكيشن يوزد ان تيتشنج اند ليرنينج، AI applications used in research, AI applications for empowering academic leaders. وزي ما قلت لحضراتكم عندنا يعني توبيك، يعني ان شاء الله هشارك مع حضراتكم الباوربوينت بتاعته، ويبقى له ممكن ويبينار لوحده اللي هو في الهيلث كير بروفيجن. طيب خلينا نبدا الفيتشر اوف ميديكال ايدكيشن ان ذا ايرا اوف جي بي تيز اند اي اي، وخلونا نبدا من جامعه الدلتا ومن النهارده، يعني ان احنا لسنا ببعيدين عما هو حول العالم. والدليل على كده ان النهارده في جامعه الدلتا كليه الطب قسم التعليم الطبي بيرعى سياده العميد هذا الويبينار او ورشه العمل كبدايه ان شاء الله، يعني لتطبيقه او تعميمه على مستوى كليات الجامعه. في الواقع على مستوى مصر ما كانتش بس النهارده في جامعه الدلتا، لا، جامعه القاهره عملت في مايو يوم كامل مؤتمر كامل عن التعليم عن الارتفيشال انتليجنس. كان فيه ويبينار برضو أكثر من رائع في شهر يونيو برضو عن ما يخص الـ Artificial Intelligence. جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنة دي في أبريل، في مايو برضو يا ربي 13 مايو، كان برضو في سيشنز عن التعليم الذكاء الاصطناعي، عن الاناليتكس، والصراحة يعني كان ليا الشرف ان انا كان ليا سيشن فيه عن الليرنينج اناليتكس. على المستوى الشخصي الحمد لله انا يعني خلال يعني 6 شهور اللي فاتوا اخذت شهادة من MIT في الداتا ساينس اند ماشين ليرنينج ميكينج داتا دريفن سيشن، وكان برنامج يعني مكثف، بس يعني حقيقي استفدت منه، وبحاول بقدر كبير ان اللي اتعلمته فيه احاول اطبقه بشكل مختصر وبما يفيد يعني الزميلات والزملاء اعضاء التدريس. لو رحنا الى الجانب الاخر من البحر الاحمر في المملكه العربيه السعوديه، صراحه من يمكن من ابريل حتى هذه اللحظه كم كبير من الاكتيفيتي، والحمد لله يعني صراحه يعني شاركت في اكثر من اكتيفيتي. كان الاسبوع اللي فات الفيرجوال ميديكال اكاديمي كانت عامله سيشن لاخر اغسطس عن الشات جي بي تي ريفوليوشن، ودي اتكلمنا فيها عن الهيلث كير سيرفيسز والاي اي. في يونيو كان في قمه انوكسيرا في الرياض، يومين كاملين عن الذكاء الاصطناعي. سدايا وهي الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي برضو عملت اكثر من سيشن للجنريتيف اي اي في الهيلث كير. عندنا في جامعه الملك عبد العزيز عندنا مقرر يدرس لكل الطلبه كمقدمه للذكاء الاصطناعي، مقرر ذكاء بيتاخد في كل التخصصات باختلاف يعني زي ما بيقولوا كل تخصص حسب احتياجه كانترودكشن تو الارتفيشال انتليجنس. عديد بقى عدد كبير من الويبينار اتقدمت يعني
ايه الارتفيشال انتليجنس في التيتشنج والليرنينج، الريسيرش، الاسسمنت، في الستودنت انجيجمنت. جامعه الملك فيصل يعني انا قدمت عندهم برضو انتروداكشن تو جي بي تي اند ارتفيشال انتليجنس. لو رحنا بعيد عن مصر والسعوديه هنلاقي ان الامارات عملت جايد اكثر من رائع ل 100 براكتيكال ابلكيشن ان يوز كيسز اوف جينيريتيف اي اي، يمكن 70 او 75 منهم بيتكلموا عن البرومتس بتاعت الشات جي بي تي. لو رحنا للاعلام وحطينا بس الذكاء الاصطناعي في جوجل او في شات جي بي تي هنلاقي كم من المقالات اللي بتتكلم على الارتفيشال انتليجنس، ليس في الطب وليس في التعليم فقط ولكن في كل التخصصات. لو رحنا للتوك شو هنلاقي ان عمرو اديب استضاف في يمكن من 3 4 شهور العديد يعني 3 او 4 من الخبراء واساتذه الجامعه في الذكاء الاصطناعي في مصر، وكانت يعني حلقه شيقه جدا وتقدم فيها معلومات مهمه جدا فيما يخص الارتفيشال انتليجنس واستخدامه. فبالتالي الحمد لله ان احنا برضه في مصر ليس ببعيدين، بس احنا عايزين ندخل ان ديبس زي بيقولوا بقى يعني كده دايف ديبلي ان ذا يوز اوف ارتفيشال انتليجنس، وازاي ان احنا نقدر نوظفه. يعني من تجربتي الشخصيه المتواضعه على يمكن ما يقارب 7 أو 8 شهور، انا شايف ان انا استفدت كتير جدا من ناحيه البرودكتيفيتي، توفير الوقت، تنظيم الوقت، ويعني مش عايز اقول الكرياتيفيتي، بان انا بقيت يعني بعتمد على ثم على الارتفيشال انتليجنس في كثير من شغلي. فاعتقد ان ده فارق كتير، ويمكن ده هدفي، ويعني يا رب يكون هي رساله بحاول اوصلها لحضراتكم. اتمنى يعني برضو حضراتكم توصلوها للزميلات والزملاء اللي مش حاضرين حتى تعم هذه الفايده، حقيقي حقيقي الاستفاده منه كبيره، وخاصه لما نستخدم معظم التولز المتاحه. وصراحه هو احنا مش ملاحقين، كل يوم بتطلع تولز جديده. اذا كنا هنركز النهارده على الشات جي بي تي بس، في تولز كثيره جدا هلفت النظر ليها، واسيب حضراتكم انتوا بقى يعني تبحروا فيها. هدي مقدمه سريعه كده بدون دخول في تفاصيل، بس عشان نبقى عارفين هو الموضوع ايه، ايه هو الارتفيشال انتليجنس، وممكن يعني حتى عن طريق الشات او عن طريق يعني مداخله سريعه لو سالت حضراتكم هو ايه يعني ايه ذكاء اصطناعي، او هم بمعنى اصح عايزين يعملوا ايه من موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني الفكره في ايه، او عايزين يعملوا ايه في الذكاء الاصطناعي. فممكن مداخله سريعه او نكتب على الشات في منتهى السرعه عشان احنا عندنا حاجات كتير عايزين نقدمها. ايه الهدف من الذكاء الاصطناعي، او ما هو الذكاء الاصطناعي بمعنى اصح، artificial intelligence؟ لو حد عايز يعمل مداخله يعني، او خلينا نقرب الدنيا، what they want to imitate، هم عايزين يقلدوا ايه؟ الناس اللي خاضوا هذه التجربه او زي ما بيقولوا كرييت الموضوع ده، عايزين يقلدوا ايه؟ كتير في حد في الشات بالظبط دكتوره خلود، عايزين يقلدوا البشر، عايزين يقلدوا زي سيف ده الهدف بتاعهم فعلا دكتوره، يعني تو سيف تايم اند ايفورت اوف هيومن بينج، ده فعلا هدفهم. انالوج، شكرا دكتور احمد، انالوج تو ذا اكسبرتيز ان اول تايبس اوف ذا فيلد. اوكي دكتوره زينب الهيومن، عايزين يقلدوا الدكتوره هاله البرين، الهيومن برين، هم فعلا عايزين يقلدوا الهيومن برين، تو ايميتيت الهيومن برين او الهيومن انتليجنس، الذكاء بتاعنا البشري. طب هيقلدوه في ايه؟ احنا كذكاء بشري او المخ البشري هو بيعمل ايه؟ فعايزين يقلدوه في ايه؟ الحاجات اللي عايزين. دكتوره مريم، اي اي از ذا سيميليشن اوف هيومن انتليجنس بروسيس باي ماشينز، ما شاء الله. شكرا دكتوره مريم ابو شادي، يبقى هم فعلا عايزين تسيميليت الهيومن انتليجنس باي ماشين، وكلمه ماشين دي مهمه قوي، يعني شكرا حضرتك قلت كلمه ماشين، هو فعلا باي ماشين سبيشالي كمبيوتر سيستم، ممتاز. يبقى هم عايزين فعلا تو ايميتيت الهيومن انتليجنس. هو الهيومن انتليجنس بيعمل ايه؟ هنرجع بقى احنا كلنا يعني في الفيلد بتاعنا البلومز تاكسونومي، لو خدنا البلومز تاكسونومي هنلاقي ان احنا في عندنا هيومن لوجيك، شكرا دكتور طارق، دكتوره حنان، العقل البشري. اذا هم عايزين فعلا تو ايميتيت الجزء منه في اللوجيك او التفكير، من اول الريكول، الاندرستاندنج، السته بقى دومينز بقى، الاناليسيز، الابلكيشن، الكرييشن، الانوفيشن، كل ده على مستوى الكوجنيتيف. وتعدى موضوع الكوجنيتيف بقى، خدوا بقيه السبيشال سنس ان هو بيشوف، وان هو كمان بيتجاوب زي سيرا كده، بتسمع وتجاوب وتتكلم معانا على الموبايل على سبيل المثال.
وصل لمرحله الشم كمان، ان هو كمان السميلنج يشوف الريحه ويقول لي دي ريحه ايه بالظبط. وطبعا زماننا في الجراحات الروبوتكس كمان بقى في كمان فيزيكال. يبقى هم فعلا مبدئيا كده زي ما حضراتكم قلتم، هم عايزين ان هي الماشين تبقى capable of imitating or even كمان exceeding the human cognitive capacities including بقى sensing, language interaction, reasoning, analysis, problem solving and even creativity. هو ده الفكرة بصفة عامة. ممكن انا بس ممكن اقول مداخله في الحته دي، هم عايزين يقلدوا ذكاء الانسان مع التغلب على هامش الخطا البشري اللي بيحصل من الانسان، زي بالضبط فكره الكالكوليتر كده، الحساب والضرب والجمع والقسمه، هي الكالكوليتر اتبرمجت عشان تقوم بهذه العمليات الحسابيه بدون ما تخطئ الخطا البشري اللي وارد ان هو يحصل. فهو عايز يقلد ذكاء الإنسان مع تنقيته من الخطأ اللي ممكن يحصل من البشر. جميل دكتورة أميرة، حلو قوي كده التشبيه، وحلو قوي تشبيه الكالكوليتور، لأن هنيجي في وقت ما هنحس إن إحنا بنشبه اللي إحنا فيه دلوقتي أول ما طلع الكالكوليتور، أو أول ما طلعت الجوجل سيرش وجوجل، وكنا بنقول هو وير بليس مخنا ومخنا هيروح فين والكلام ده. وشكرا للتشبيهين حضرتك دكتوره اميره، وانا متفق مع حضرتك، بالاضافه طبعا لموضوع الوقت، ان موضوع الحاجات اللي احنا كنا ممكن تاخد مننا وقت طويل هتاخد وقت اقل مع الوضع في الحسبان، ان ستيل برضه في ليميتيشن، ان مهما وصل هذا الارتفيشال انتليجنس من الكاباسيتي والامكانيات هيظل برضه قاصر امام العقل البشري، ان هو متعلم، هي ماشين ليرنينج، احنا علمناه بمعلومات او داتا اديناها له، فهو بناء على الداتا اللي عنده بيبدا يتجاوب، والالجوريزم اللي هي الخوارزميات فيبدا يتجاوب باللي عنده، يعني لو في داتا مش عنده مش هيقدر يجيبنا على هذه الداتا، يبقى هو بيتعامل في حدود ما هو عنده، بس كميه الداتا دي كميه كبيره زي ما هنتكلم دلوقتي. الرسمه دي بتلخص لي اللي احنا قلناه دلوقتي، الارتفيشال انتليجنس بيغطي لي الجزء الكوجنيتيف كله، بيغطي لي بقيه السبيشال سنس، الهيرنج، السينج، السبيكنج، والجزء الفيزيكال اللي هو الخاص بالروبوت، الروبوتكس بصفه عامه في كل التخصصات بما في ذلك بقى الاوتوماتيد كار والمونوريل والكلام ده كله، ما هي كلها قائمه على الذكاء الاصطناعي. طيب يعني انا بعض الترمينولوجي مش هاخد منه وقت طويل، بس على الاقل عشان تبقى حضراتكم يعني في الصوره لما نسمع ارتفيشال انتليجنس اتكلمنا عنه، بس بنسمع كتير كلمه ماشين ليرنينج ونسمع ديب ليرنينج، وطبعا الشات جي بي تي ده بقى يعني هو بقى الاستاذ نبيل. ارتفيشال انتليجنس برضه هنذكر فيه ماشين ميمكس الهيومن انتليجنس اند بيهافير، ودي احنا خلاص اتفقنا عليه. امال ايه موضوع ماشين ليرنينج؟ ماشين ليرنينج او تعلم الاله، يعني انا عندي الاله دي انا بعلمها، بس بعلمها بايه؟ بديها داتا كتيره قوي، بديها لك كميه كبيره من الداتا، والداتا ديت مرتبطه بتاسك وبرفورمانس ميجرز، عشان اقول لها بعد كده الاله دي بشكل ما او باخر استخدمي الداتا اللي عندك دي واعملي لها فورميوليشن واعملي لها اورجنايزيشن مع بعضها، وحولها لنا في الاخر في صوره تكست او في صوره ايمج او الى اخره، يبقى ده الماشين ليرننج. طب في عندي نوع من انواع الماشين ليرننج بسميه الديب ليرننج. الديب ليرننج ده قائم على فكره النيورال نتورك، بنفس فكره النيورونز عندنا والتشعبات بتاعه الدندرايت وشكل الخليه العصبيه بالظبط. فده جزء من سبسيت من الماشين ليرنينج، بس ده بيستخدم بقى خوارزميات اللي هي الالجوريزم، وفكرته جايه زي ما قلنا من النيورال نتورك اوف هيومن برين. الشات جي بي تي نقدر نقول ان هو عباره عن ستيت اوف ذا ارت بقى ديب ليرنينج بيزد الشات بوت، والشات بوت دي هنقولها اكثر من مره، وبيستخدم حاجه اسمها الجينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي وترانسفورمر، كل واحده من دول لها اسم، يعني لان هو جي بي تي يعني جينيريتيف بري ترين ترانسفورمر، يعني هي بس ترمينولوجي مش هندخل في تفاصيله قد ما هي بس تبقى حضراتكم عارفين الترم دي جايه منين، بحيث ان احنا برضو ابقى انا عندي باك جراوند بسيطه قوي عن الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى عندي ارتفيشال انتليجنس، ماشين ليرنينج تعلم الاله، ديب ليرنينج، ديب ليرنينج المعتمد على الالجوريزم، وعندي التشات جي بي تي اللي هو تقريبا بيستخدم الحاجات دي كلها مع بعضها. طيب الجينيريتيف اي اي هو من اسمه جينيريتيف يعني بيعمل جينيريشن. طب بيعمل جينيريشن لايه؟ بيعمل جينيريشن لحاجتين، جينيريشن ليه؟
تكست زي الشات جي بي تي، وممكن يعمل جنريتيف لايمج. جنريتيف لايمج ده احنا لسه ما دخلناش فيه قوي، بس ده برضو احد الصيحات او استخدامات الارتفيشال انتليجنس، ان هو يعمل لي صور. طيب يبقى كده عندي كمان الجي اي جنريتيف ارتفيشال انتليجنس اللي هو مبني على الماشين ليرنينج، وتحت الماشين ليرنينج ديب ليرنينج ده ليه مسمى تاني اللي هو ارتفيشال نيورال نتورك اي ان ان، اللي هو زي ما قلنا قائم على فكره الهيومن برين والسيل السلايد الطويله ديت كلها. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن ارتفيشال انتليجنس، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، جينيريتيف اي اي، فاضل لنا بقى التشات جي بي تي اللي هو كولكشن من ده كله. شات سهله، شات البرنامج بنعمل عن طريقه شاتنج، ومن كلمه شات دي هلاقي عندي بقى برامج كتيره اسمها التشات بوتس زي التشات جي بي تي واحد منهم. لما بندخل على الخطوط الطيران مثلا، او بندخل مثلا على بعض الخدمات، ونلاقي تحت كده مساعدتك او مساعدك الالكتروني فلان، ويبقى ده عباره عن تشات بوت بتدرب بالذكاء، معمول له ماشين ليرنينج بالذكاء الاصطناعي، ان هو هيجاوب على الاسئله اللي هتتسال له. بس ده نارو ارتفيشال انتليجنس، لانه عنده حاجه محدده، بيتكلم في حجوزات طيران، بيتكلم في عندنا هنا مثلا في السعوديه الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه، بيتكلم في حاجات محدده، واللي خارج الاطار بتاعه يقول لك لا ريفير انا ما عنديش فكره عن الموضوع. فده برضه ارتفيشال انتليجنس، كل دول اسمهم تشات بوت. اللي بيستخدم المودلز الجي بي تيز هو التشات جي بي تي. طب الجي بي تي ده اختصار لايه؟ زي ما قلنا بقى جينيريتيف بري تريننج ترانسفورم. جينيريتيف لانه هو جينيريت تكست، بيخلق او بيصنع تكست. طيب بري تريننج لانه هو ترين على كم كبير من الداتا اللي احنا مغذينه بيها. طيب وترانسفورمر لانه هو قائم على موديل اسمه ترانسفورمر اركيتكشر. يبقى ده اختصار جينيريتيف بري تريننج ترانسفورمر. يبقى جينيريتيف لانه هو جينيريت تكست، بري تريننج لانه هو تريند على كميه كبيره من الداتا، ترانسفورمر لانه هو قائم على موديل من الموديل بتاعت الترانسفورمر. طيب يبقى ده جي بي تي. طب ندخل شويه نتعمق حاجه بسيطه في الجي بي تي. الجي بي تي ده طلعته شركه اوبن اي اي. جي بي تي 1 كان في 2018، كانت الداتا اللي عنده كانت يدوبي 40 جيجا بايت، والبارامتر 117 مليون. هما كم كبير طبعا، بس لما هنشوفه بجي بي تي 4 هنلاقي ان الدنيا مختلفه خالص. وكان على قده بقى، يجاوب كويتشنز كومبليتنج تكست، كان حاجه كده على قد. 2019 طلع الجي بي 2 40 جيجا الاماونت اوف الداتا اللي عنده، 1.5 مليون نمبر اوف بارامتر. عالي شويه بقى، ممكن يعمل سمرايزيشن، ممكن يعمل ترانسليشن، بقت الكابابيلتي بتاعته افضل شويه. طب جينا في الجي بي تي 3 اللي طلع في 2020 17000 جيجا بايت، 175 3 اصفار مليون بارامترز. الدنيا عاليه قوي بالنسبه لنا. بقى هنا في بقى ادفانسد ناتشرال لانجويج بروسيسنج تاسك، ممكن يكتب باراجرافز، جينيريتنج انتريز ارتكلز، ادابتنج تو نيو تاسك. ده اللي مازال بيستخدم في الجي بي تي 3 اللي هو الفيرجن الفري. السنه دي طلع جي بي تي 4 في 23، حاجه كبيره قوي بقى، بنتكلم على 1.6 اصفار جيجا بايت، رقم مهول بالنسبه للجيجا بايت، 170 6 اصفار برضو مليون بارامترز، بس ده نوت كونفيرم. هنا بقى الدنيا بقت اوسع في موضوع البروسيسنج والكومبلكس انستراكشنز، بقى الموضوع كبير جدا بالنسبه للداتا اللي فيه اكبر، والبارامترز اللي موجوده فيه اكتر واكثر. ويقال ان في ديسمبر هيطلع جي بي تي 5 باذن الله. طيب اذا دي القصه كلها اللي احنا يعني وصلنا فيها، ان تشات جي بي تي ده عباره عن ستيت اوف ذا ارت لانجويج موديل، في بليونز اوف بارامترز ديفولبد باي اوبن اي اي، وطبعا بقى كاتنج ايدج اي اي ريسيرش اورجانيزيشن دي اللي هي الاوبن اي اي، وطبعا عندنا فاريانت اوف الجي بي تي سيريس لحد الجي بي تي 4 حتى هذه اللحظه. طيب دي كانت مقدمه على احنا من اول ما بدانا يعني ايه ارتفيشال انتليجنس لحد ما وصلنا الى التشات جي بي تي اللي هو اللي هياخد جزء كبير من محور كلامنا النهارده. وانا بستخدم التشات جي بي تي لازم ابقى كده في دماغنا بعض اللي زي ما نقول ايه الكي ووردز والكي تيرمز. اول واحد فيهم وقد يكون اهمهم هو البرومتس. البرومتس اللي هو يساوي الكوماند او الكي وورد اللي كنا بنديها للجوجل قبل كده، هو عباره عن ريتن انستراكشن
جيفنج تو تشات جي بي تي، الكلام اللي انا هكتبه للتشات جي بي تي عشان جينيريت التكست. جي بي تي 4 زي ما قلنا ده الموديل اللي شغال بيه دلوقتي، اوبن اي اي الشركه اللي عملته. عندي بقى ترم تاني اسمه البرومت انجينيرنج. من اهميه البرومت بقى في عندي ترم او شغل بنسميه البرومت انجينيرنج او البرومت كرافتنج. ازاي ان انا تو ديفلوب البرومت الكوريكت اللي يديني كلير وسبيسيفيك اوتبوت من الشات جي بي تي. وعندي اخر حاجه الجينيريتيف اي اي، عباره عن كاتيجوريز اللي هي فيها لكل الارتفيشال انتليجنس، اللي هو جينيريت بقى ميديا تكست ايمج ميوزك موفيز، كل دول بيدخلوا تحت عنوان اسمه الذكاء الاصطناعي التوليدي او الجينيريتيف اي اي. يبقى ده كل الشات جي بي تي واحد منهم، الميد جيرني بتاع الصور ده واحد منهم، كل دول بس كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه. طيب وبالتالي عندي برضو بعض الكي فيتشرز، برومبتنج اللي هو كيفيه كتابه البرومتس اللي يديني سبيسيفيك بقى تكست ساي كود وات ايفر. ويب براوزنج اللي هو ازاي بقى التشات جي بي تي ايبل تو براوز، ودي احد الليميتيشن اللي فيه اللي هنتكلم عنها شويه. عشان كده طلع حاجه عندي اسمها البلاج انز. البلاج انز دي زي الاكستنشن بتاعه الكروم. انا عندي في الكروم بلاقي فيه اكستنشن يخلي الجوجل كروم يستخدم حاجه تانية معاه. برضو التشات جي بي تي عشان تزيد القدرات بتاعته والكابابيلتيز بتاعته بداوا يدوله بلاج انز تشتغل معاه. هو ما بيعرفش يعمل صور، فيقوم جايين حاطين له برنامج من بتاع الصور عشان يدي برومتس يعمل صوره. هو ما بيقدرش يقرا البي دي اف، فيقوم جايين حاطين له بلاج ان او اكستنشن عشان يقرا البي دي اف. ما بيعملش دايجرام، فيدوله بلاج ان بوينت، فيدوله بلاج ان يعمل سلايد. فبالتالي بقى، بس دي للاسف موجوده في الفيرجن اللي هي للتشات جي بي تي 4 اللي هي الفيرجن المدفوعه، بس بتفرق كتير صراحه، ويعني بتدي ادفانسز للتشات جي بي تي. طيب ادي امثله، والنهارده ان شاء الله هدي لحضراتكم يعني كده هديه عباره عن مجموعه من البرومتس الجاهزه بس يعني سبيسيفيك لينا. مثلا لو انا عايز هنا دي حاجات نون سبيسيفيك، لو عايز برومتس جاهز للامبروف الرايتنج هقول له ايه؟ بروف ريد ماي رايتنج اباف، وحدد له بقى فيكس جرامر اند سبيلنج ميستيكس اند ميك سجيشنز ذات ويل امبروف ذا كلاريتي اوف ماي رايتنج. ده برومتس بكتبه كده واديله التكست اللي عايز يصلحه. ممكن مثلا ديليجيت يور ريسيرش، اي ام كرييتنج ا ريبورت اباوت، واحط له التوبيك ريسيرش اند كرييت ان ان ديبث ريبورت وذ ستيب باي ستيب جايد ذات ويل هيلب ريدر اندرستاند هاو تو، واحط له اللي انا عايزه منه وهكذا. يبقى انا عندي دي بسميها برومتس او الكوماند او الاوامر الجاهزه اللي ممكن اديها للتشات جي بي تي، واللي بناء عليها هيديني ريتريف او يطلع لي جنريت تكست بما يتناسب مع اللي انا عايزه. وهنتكلم شويه بالتفصيل على موضوع البرومتس والبرومتسنج ده، ان انا ازاي اعمله بشكل يديني سبيسيفيك اوتبوت. ده مش كده وبس، انا ممكن التكست اللي هو جنريتد باي تشات جي بي تي انا عايزه ايه؟ عايزه يكون بيرسويفيف ولا عايزه بروفيشنال؟ عايزه فيرم فورمال ديسكريبتيف كونفيدنت اون فورمال هيومرس بويتكس فريندلي وات ايفر التونز بتاعه الكلام اللي انا عايزه. بقول له انا عايز التونز تبقى بروفيشنال او عايزها اكاديميك. الفورمات عايزه بصوره تيبل ولا اساي ولا كود ولا بلوج ولا ريبورت او تويتر 140 كلمه الى اخره. وبرضه انا عايز الرولز اللي هيعملوا ايه. هقول له مثلا فايند ريسيرش واديله التوبيك، ولا اقول له جنريت اي دي عن موضوع الفلاني، او اديت زي ما قلنا من شويه البروف ريدنج، او تيتش مي اباوت واحط له سكيلز او توبيك، او كريتيك ماي ارجومنت اباوت كذا او ارجومنت اباوت كذا. يبقى انا برضو الامر او الكوماند او البرومتس اللي بكتبه انا بحدد فيه، كل ما هكون سبيسيفيك وكونسايز وواضح وكلير فيه كل ما هيديني جنريت التكست افضل او افكتيف. عشان كده بنقول هو القصه مش مساله انا عندي التشات جي بي تي وهيعمل لي كل حاجه، لا، هو ستيل في عدد من السكيلز محتاج استخدمها عشان اقدر اكيف التشات جي بي تي لاحتياجاتي ويطلع لي الحاجه اللي انا عايزها بشكل جيد. ده اللي قدامنا على الجزء الليفت سايد من السلايد، 10 بيست بلاج ان. الكلام ده من فتره يعني، حاجات فيها فيديو انسايت الوول فورم سكولر اي اي ده خاص بالريسيرش، بس البلاج ان دول ما شاء الله دلوقتي يعني عدوا ال 100 مثلا. اول ما طلعوا كان حوالي 18،
بعد كده بقى ومش عارف 50، دلوقتي ما اعرفش عددهم كام بس هم فوق ال 100. طيب هل احنا بس عندنا التشات بوتس الوحيد هو التشات جي بي تي اللي هو جنريت تكست؟ لا، جوجل عامله التشات بوتس بتاعها اللي هو بارد، مايكروسوفت عامله البينج، في اكتر من تشات بوتس موجودين. يعني حتى هذه اللحظه ويعني من خبره الواحد المتواضع انا شايف ان التشات جي بي تي ستيل فارق عنهم، بس هذا لا يمنع ان ما حدش عارف في الفتره اللي جايه مين ممكن يدينا يعني نستفيد منه اكتر. زي بيقول ادينا بنجرب وبنشوف، وده يعني احنا في عصر التغييرات فيه سريعه جدا. نفس القصه برضو عندنا البرومت جنريشن ابز، في عندي كمان ابز ممكن هي كمان تعمل لي كرافتنج اللي هي البرومت زي اللي قدامنا هنا، البرومت باس والبرومت براكتس والبرومت دين، كل دول برضو عشان عمليه البرومت. زي ما بقول لحضراتكم دول كانت مجموعه بلاج ان، يعني دول حوالي كانوا 18 دول تقريبا في ابريل او ماي، بعدها بفتره بسيطه بقوا دول. صراحه ما عدتش بعد بعد كده، انا بدخل على الشات جي بي تي واعمل سيرش في البلاج ان اللي موجودين واشوف انا ممكن ايه اللي يفيدني منهم. لقيت ان انا عايز اعمل دايجرام، فاقوم جاي عامل انستول للدايجرام اب اللي موجود، عايز بي دي اف يقراه اقوم جاي حاطط بتاع البي دي اف، يعني اعمل له سيرش. وزي ما بقول لحضراتكم يعني فوجئت من فتره قريبه حطوا كمان اب للايمج، ده ما كانش موجود قبل كده. الشيت اللي شفناه حضراتكم دلوقتي لو حضراتكم عايزين تاخدوه على بعض اللي هو تشات جي بي تي ماستر تشيت شيت ده، اعملوا سكاننج اللي هي الباركود اللي قدامكم يكون معاكم برضو، لان هو يعني ايه حاجه كده بسيطه وسريعه ممكن نستفيد منها ونتداولها برضو ونشاركها. صراحه من الريسورس الرائعه جدا للجنريتيف اي اي والارتفيشال انتليجنس هو لينكد ان، واكيد كثير مننا عنده اكونت في لينكد ان. يا ريت نعمل فولو للصفحات اللي هي لها علاقه بالارتفيشال انتليجنس والجنريتيف اي اي، هتلاقوا يعني معظم الحاجات اللي هي الشيتس اللي هحطها النهارده من لينكد ان، هتلاقوا معلومات كتيره صراحه والابديت فيها سريع وناس كتيره يعني بتشارك العلم، يا رب يكون فعلا يعني علم ينتفع به. طيب يبقى ده الشيت. قبل ما نبدا وقبل ما نقول اي حاجه كده بسم الله يا هادي، يعني هنسال نفسنا سؤال: Is it safe to use chat GPT؟ هل فعلا سيف ان احنا نستخدمه؟ نمشي على الفلو تشارت ده. هنبدا: Does it matter if the output is true؟ هل مهم بالنسبه لنا ان المعلومه اللي ناخدها دي تكون صح او غلط؟ فانا اقول لا مش فارقه معايا، انا عايز اعرف المعلومه وخلاص. فاقول لحضرتك او حضرتك: It is safe to use the chat GPT. توكل على الله والمجال مفتوح لاستخدام الشات جي بي تي طالما مش فارقه معانا. حاضر دكتور احمد، كل اللينك للصفحات والبرزنتيشن نفسها هتكون معاكم باذن الله بعد المحاضره ان شاء الله. طيب هقول لا والله هو مهم ان تكون المعلومه صح او غلط. هنسال نفسنا سؤال تاني: Do you have expertise to verify that the output is accurate؟ هل فعلا انا عندي الخبره ان انا اقول ان المعلومه اللي طلعت دي صح او غلط؟ فانا اقول yes، انا فعلا اقدر ان انا اعمل verification و validation للمعلومه. فهسال نفسي سؤال بعد كده: Are you able and willing to take full responsibility legal or moral for missed inaccuracy؟ هل عندي استعداد لتحمل المسؤوليه القانونيه والادبيه والى اخره؟ Yes، اقول لك it's possible، يعني حتى مش كمان توكل على الله استخدمه، لا it's possible to use the chat GPT. طب لو نو انا ما عنديش القدره للتمييز او التفرقه او الفاليديشن، هقول لك it's unsafe to use the chat GPT. وما ينطبق على تشات جي بي تي ينطبق على كل الشات بوتس، سواء للصور او سواء للتكست هو نفس الوضع. هنزود عليها كمان طبعا جزئيه الايثيكال يوز اوف ذيس بلاتفورم. يبقى خلاصة هذه الشريحة، ودي أعتقد إن هي من الشرائح المهمة جدا، هي طبعا مش بتاعتي، ده واحدة من اليونسكو كويك ستارت جايد. عشان كده في الآخر زي ما قال سام ألتمان: It is a mistake to be relying on chat GPT for anything important right now. لو عندي حاجة مهمة جدا وخاصة بالنسبة لنا في مجالاتنا، في مجالات الهيلث كير والصحة، لا احنا تك كير. والأهم من كده يبقى أولادنا وبناتنا سواء الطلبة أو الانترنشيب أو الريزيدنت، يبقى برضه نقول لهم برضه خلي بالكم إن أنا ما باخدش المعلومة فور جرانتي من الشات جي بي تي أو من أي تشات بوت، لازم يا أنا أعمل لها فيريفيكيشن يا حد يساعدني إن أنا أعمل لها فيريفيكيشن لو أنا ما عنديش هذه القدرة.
يبقى ممكن احمد اتفضل يا دكتور. دكتور محمد سوري، لا اتفضل دلوقتي دكتور. لو نفرض ان انا عملت محاضره مثلا عن الاي تي بي، اوكي، وقلت للشات جي بي تي اعمل لي محاضره عن الاي تي بي، وعمل لي محاضره فعلا فيري جود كويس، وبعدين وحتى بيجيب لي بعد كل سلايد ايفن الريفرنس اللي هو جايب منه، وبعدين جيت اشرحها للطلبه والطلبه قالوا لي يا دكتور ده ما انت جايبها مش شات جي بي تي، يعني مش هيبقى فيها حاجه جديد بالنسبه له، واخد بال حضرتك؟ لان الطالب بيعرف يدخل على الشات جي بي تي دلوقتي زي انا بالظبط، وجايز احسن مني شويه، تمام. فمش عارف هل دي هتبقى يعني كويسه في حقي ولا مش في حقي. تمام. طيب هو حضرتك في اكتر من جزئيه، في جزئيه طبعا يعني هنثرها ولا توجد اجابه ليها موجوده في الاخر في الكي في الهوم تيك ميس، بس خلينا نرجع نقول لنقطه مهمه حضرتك. هو ده جزء من التشالنج اللي هتواجهنا، ان انا ازاي اطور استخدامي واستخدام الطلبه للتشات جي بي تي، ان هو بس مش بس يكون مجرد سورس اوف انفورميشن. ما السورس اوف انفورميشن حضرتك ممكن من الشات جي بي تي، كان موجود قبل كده في الجوجل، فمجرد ان انا اخليه سورس اوف انفورميشن فقط، انا مش دي اصلا يعني مش مطلوبه ان احنا نبقى كده، وهدفنا لما بنعمل التريننج ان احنا دي كبدايه، انما هعتمد عليه كسورس للمعلومه، يعني مش هيبقى ده التارجت الاساسي، لا انا عايز احنا كلنا بلا استثناء نتعلم نعدي الخطوه دي، ازاي اخليه للطالب يكون هو البيرسونال تيوتر بتاعه مثلا على سبيل المثال، وادخل في حته البيرسوناليزد ليرنينج، ازاي بالنسبه لي اعلم الطالب ان هو مثلا يمشي في قصه الديفرنشال دايجنوز او الكلينيكال ريزونينج من خلاله. فطبعا يعني جزء من اللي حضرتك قلته يخش تحت كمان جزئيه الايثيكال دايليما والبروبلم او التشالنج باستخدام الشات جي بي تي، وجزء ازاي ان احنا نطور نفسنا ونطور اولادنا لاستخدام الشات جي بي تي، لا يقف فقط عند حته ان هو السورس او الريسورسز للمعلومات فقط. فمش عارف يعني، يا رب اكون ايه ده يعني قدرت، يعني مش اجابه بس يعني قدرت انا اوصل حاجه يعني. شكرا. العفو دكتور. اعتقد حد كان من الدكاتره رفع ايده قبل ما ننتقل للجزئيه الثانيه، اعتقد دكتوره مديحه، على ما اعتقد انا مش شايف الهاند رايزنج، بس لو في حد اتفضلي دكتوره. شكرا لحضرتك، طبعا هو كان نفس استفسار معالي العميد بس خلاص وصلت الاجابه. الف شكر يا فندم، الف شكر. شكرا. تمام اوكي. احنا التيك هوم مسج اللي في الاخر مهمه جدا، زي ما بقول لحضراتكم انا هاثير بعض اسئله وقد يكون بعضها اجابتها مش موجوده عندنا كلنا بلا استثناء، بس اتليست هنثرها، وخاصه يعني احنا معانا سياده العميد، معانا يعني دايما انا بقولها في كل مره عشان احنا كلنا نعمل صوت، عشان احنا في حاجات يعني زي ما بيقولوا اعلى كمان حتى يعني من مستوى الكليات والجامعات، قد تصل على مستوى الدوله، عمليه الريجوليشن والرولز والى اخره، ودي هنتكلم عنها في شيء من التفاصيل. طيب خلونا يعني قبل ما نختم الجزئيه دي الخاصة بها هذه الانترودكشن ومداخلات حضراتكم الأكثر من رائعة، نقول إن الأكاديمية has very serious issues to confront، طبعا خصوصا لو بنتكلم الأسسمنت، الفاكالتيز unprepared trying to comprehend the impact on teaching assessment and how to respond، كل دي عندنا حاجات يعني تشالنج بنسيرها في الأول وهنسيرها تاني في الآخر، عشان كده في المقدمة دي بنقول إن الـ AI is a part of our future hopefully a future bliss. It is reshaping education. أو بمعنى تاني it is reshaping everything in our life. هو فعلا بيغير حاجات كثيرة في حياتنا بما ذلك التعليم. دكتورة دعاء we are in need to AIS. طبعا هو بص حضرتك دكتورة دعاء يعني موضوع الـ AI ethics وما يخصه والregulation واللوز يعني هنتكلم فيه، وهنحاول نشارك مع حضراتكم بعض الجايد لاينز اللي حطاها اليونسكو، يعني على الاقل هنشتغل على نفسنا احنا وعلى مستوانا، وبعد كده لحد ما يبقى طبعا في ريجوليشن على مستوى الدول. ويمكن ده اول جايد لاين عملته اليونسكو كان في ابريل، وبرده ده الباركود بتاعه للفول تكست بتاعه، برده لو حضراتكم تعملوا له سكاننج ده من الحاجات برده الرائعه جدا، وانا واخد بعض حاجات واخد بعض الحاجات منه يعني هشاركها مع حضراتكم باذن الله، يعني اوريدي في هذه البرزنتيشن في الاخر، يعني كل الجايد لاينز وكل الرولز اللي هم حاطينها
انا واخدها من هذا الجايد لاين. فده اول جايد لاين بنشاركه سوا لليونسكو. طيب وهبقى استأذنك يا دكتور محمد، حضرتك برضو تبعتوني معلش عشان انا عشان لو حد ما لحقش بس يعمل سكين. هبعت لحضرتك كل تمام صح. شكرا جزيلا. طيب برضو اليونسكو من ده بقى في من فتره بسيطه اسبوعين ثلاثه عملت الاي اي تول كيت فور اديوكيتور. ده برضو يعني انا مش بسوق له والله، بس هو فعلا اكثر من رائع، لانه حط فيه لينك لكثير من المصادر. يعني هنقول ان تشات جي بي تي هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده، بس هي حاطه ريسورسز كثيره جدا واللينك بتاعتها واستخدام كل واحد منهم. فده انذر تول كيت برضو يعني انا برشحه لحضراتكم لقرايته. الثالث والاخير برضو عاملاه اليونسكو، ده لسه برضو نازل من اسبوعين ثلاثه، جايدنس فور جنريتيف اي اي ان اديوكيشن اند ريسيرش. كم كبير الصراحه من المعلومات وكم كبير من الابلكيشنز والجايد لاينز وجزئيه الاسكس اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي الدكتوره دعاء، غير طبيعي موجود في الحاجات دي. ريسورسز وكلها الصراحه ريسورسز يعني فيري سمبليفايد، وفيها داتا فيها معلومات كثيره جدا تهمنا كلنا. طيب ده كان الجزء الاول من البدايه، واللي جاي كله ان شاء الله يعني هيكون معظمه عباره عن هاندز اون واكتيفيتيز وابلكيشنز الى اخره. قبل ما انتقل للجزء الثاني، هل في اي استفسار او حاجه حضراتكم عايزين تشيروها قبل ما ندخل للجزء الثاني من الويبينار؟ طيب how medical education could benefit from AI؟ في الواقع عندي حاجات كتيرة ممكن نستفيد منها في curriculum design, teaching and learning, assessment and evaluation, quality accreditation, data collection, data analysis, writing report. دول كلهم تبع research. Empowering academic leaders, streamlining administrative process, student engagement and empowerment. أعتقد أنا ممكن أكتب كمان and more and more and more. يعني ممكن أي حاجة زي ما هنقول دلوقتي لو غمضنا عينينا وقلنا لل اي اي انت ممكن نستفيد منك ازاي ونحلم، اعتقد هو ممكن يحقق لنا الكثير من هذه الاحلام. عشان كده هطلب من حضراتكم نغمض عيننا لنص دقيقه ونقول what do you need from اي اي اند جي بي تيز بصفه عامه، سواء الشات جي بي تيز او اخواته. وبعد ما نفتح عينينا هنروح للمنتي دوت كوم وناخد الكود ده ونكتب احنا كنا بنحلم بايه من التشات جي بي تي عايزينه يحققه لنا. الكود هحط برضو على الشات، ويعني واحلموا حضراتكم براحتكم، بس يعني خلينا برضو يعني معقولين شويه يعني. طيب نروح بقى للمنتي ونجاوب بعد ما نفتح عينينا ونقول نفسنا التشات جي بي تي يعمل لنا ايه والاي اي يعمل لنا ايه في التعليم. Design my presentation and the exam. Okay. Time management and saving. تمام. إيه كمان؟ نفتح المجال مفيش مشكلة، نحلم براحتنا يعني، الأحلام مش بفلوس إن شاء الله. مفيش حد تاني حضراتكم يعني عايز أي حاجة منهم؟ Research. أوكي عايزين ايه في الريسيرش؟ خلاص كده مفيش حاجة تانية خلاص حضراتكم يعني بس كده؟ لا احنا كده بقى يعني مش هنكمل شكلنا كده طالما يعني الأحلام مش كتير قوي كده. أنا ممكن أستأذن حضرتك أقول فوكالي يعني أو فيربالي، لأن أنا يعني داخلة من الموبايل وبشتغل بإيد واحدة، فمش عارفة إن أنا هو الحقيقة هيبقى بما إني حاليا أنا ماسكة قصة الأسسمنت والإيفالويشن في الكلية، هيبقى رائع جدا إن الشات جي بي تي يساعدني في حساب الإمبورتنس إنديكيتور بتاع كل توبيك أو ليرنينج أوتكم علشان نقدر نبني البلو برينت الخاصة بالامتحانات، وبالتالي نقدر نوزع الدرجات توزيع عادل وريفليكتيف فعلا لما تم تحقيقه من learning outcomes أو استيعابه من topics و skills عند الطلاب. فإن هو يساعدني في بناء blueprint دقيقة ثم صياغة أسئلة سليمة بعد كده الصياغة الصح،
ده هيبقى حاجة جميلة قوي إن الشات جي بي تي يعملها. يعني ان شاء الله يقدر يعملها، ولو احنا عندنا يعني وقت او في مره قادمه احنا ممكن نعمل سيشن كامله دكتوره اميره عن الاسسمنت من اول كتابه وصياغه الليرنينج او التعلمز نفسها، وبعدين الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا، وبعدين يعمل لنا يا ريت، انا كده خدت وعد من حضرتك بقى وهتواصل معاك عشان تنفيذ الوركشوب دي او نعملها اليوم ده. والله. وبعدين انا كتبت الاسئله حتى الايتم اناليسيس كمان ممكن ان شاء الله يعني يعمل خلاص لنا ان شاء الله فلتر في هتواصل مع الايتم. حضرتك ونعمل فعلا، لان في ظل زيادة الاعداد الرهيبة للطلاب دلوقتي، اعداد طلاب كبيرة جدا عندنا، عدد اعضاء التدريس ما عادش بنفس يقدر يواكب بنفس الطريقة، اللودز او التاسكس اللي على اعضاء التدريس كبيره، فالشات جي بي تي لما يساعدنا في حاجه زي كده هيسيف تايم وهيقلل هامش الخطا اللي احنا خايفين منه. يعني اكيد شكرا لحضرتك. حضرتك اكيد تحترم حاجه اكيد، لان دي جزئيه يعني فعلا يعني عملت كده اكزامبل بسيط عليها، وان شاء الله يعني تتعمل باذن الله. طيب عندنا ان في شاء الله. تحت امر امين كرييت سكريبتس فور اوسكي كرييت ام سي كيو اند اساي نوت اكت، لا زي ما الدكتوره حنان تقدر تكتب ان اناليسيس جيف انترستنج ديفيكالت ليكشر فور ذا بيجنر. اكيد دكتوره حنان عندنا هنا ديزاين من بريزنتيشن الريسيرش رايتنج سيسز رايتنج سيسز. طب يعني هنتكلم في الموضوع ده برضه، موضوع رايتنج سيسز ثينكينج اوت اوف ذا بوكس رايتنج ريبورت داتا كولكشن اناليسيس تشوز ذا جورنال. جميل. افويد wasting time in waiting or preparation for of lecture for assessment and the item analysis. الاناليسيس تمام يعني ان شاء الله، وان شاء الله يكون في اكتر من كده كمان مع بعض نقدر نحقق. هنرجع لهاردن وهو ادانا يعني ال 12 رولز اللي بقوا 8 8 رولز فور ميديكال تيتشر، من اول انفورميشن بروفايدر اند كوتش فاسيليتيتور اند منتور كريكولم ديفلوبر اند امبلمنتر assessor and diagnostician, role model as teacher and practitioner, manager and leader, scholar and researcher, professional. في الواقع يعني انا اكاد اجزم ان ممكن ان الشات جي بي تي يقدر يساعدنا في الايت رولز دي بشكل اكثر من رائع. ومش عايز اقول الشات جي بي تي بس، انا هو الشات جي بي تي والجينيتيف اي اي. دكتور طارق imaging processing for disease diagnosis. خلينا نقول يا دكتور طارق ان يعني وده جزء في الهيلث كير الارتفيشال انتليجنس في موضوع الايمج والراديولوجي وفي الام ار اي، يعني زمايلنا في الاشعه دايما اقول كده، يعني انا اخويا استاذ اشعه فدايما اقول له عمر خلي بالك انت يعني لو ما تقدمتوش شويه في موضوع الاي اي والارتفيشال انتليجنس في الاشعه يعني خافوا على شغلكم. دول الوحيدين بقول لهم خافوا على الشغل بتاعكم. يمكن الراديولوجي والباثولوجي الدرماتولوجي اللي هو الدياجنوستيك بقى في تقدم كبير قوي قوي في موضوع الاي اي وعمليه الانتربريتيشن وتحليل الايمج فعلا. دكتوره خلود يساعدنا في الوصول لابحاث الجنائيه لانه بيراوغ لسه في الريفرنس. شكرا دكتوره خلود، دي نقطه مهمه جدا. يعني هو الصراحه اللي تشات جي بي تي يعني عنده ليميتيشن في موضوع الريفرنس. كويس ان حضرتك قلت الجزئيه دي مهمه جدا. هو فعلا في موضوع الريفرنس ساعات يعني بيدي فيك ريفرنس، عشان كده الحاجه الوحيده اللي اقول ان انا فعلا ما ناخدهاش فور جرانتي هو موضوع الريفرنس، اللي هو ساعات بيالف ريفرنس طلع لنا فيك ريفرنس ما عندوش يعني صراحه هو يعني ما عندوش مشكله ان هو يطلع بالذات الريفرنس. فدي نقطه اعتقد لسه محتاجه شغل، وان كان تم التغلب عليها في البلاج ان، ان هو بقت واحده من البلاج ان اللي موجوده حاجات من الريفرنس مانجمنت، وبالتالي هتبقى لسه ما جربتش صراحه بس اعتقد ان هي دي هتبقى يعني احسن شويه. طيب ممكن سؤال يا دكتور محمد بعد اذنك؟ طبعا اكيد. هما سؤالين، الفرق بين المانجر والليدر، لان حضرتك برضو هنا مانجمنت اند ليدرز دي واحده او مانجر اند ليدر. الحاجه الثانيه، هل هو له رول في ان هو يكتشف البلجاريز؟ تمام. طيب يعني طبعا المانجر والليدر انتوا اللي تقولوه حضرتك يا دكتور، يعني طبعا المانجمنت والليدر شيب والفرق ما بينهم يعني، وان كان هو ممكن يكون ورشه عمل كامله بس يعني انت حضرتك اللي تقول لنا المانجر والليدر والمانجمنت والليدر شيب، يعني وان كان الواحد دايما يعني الكوت اللطيف في المانجمنت والليدر شيب
ان المانجمنت از يعني ده الخلاصه، بس طبعا يعني ممكن نسمع من حضراتكم نكمل ورشه العمل مانجمنت وليدر شيب. يعني الليدر شيب از دوينج ذا رايت ثينج، انما المانجمنت از دوينج ذا ثينج رايت. فبصراحه انا دايما يعني بعتقد بهذا الكود، واكيد يعني انتوا بقى اساتذتنا في الليدر شيب، يعني ما اقدرش انا افتي في هذا يعني زي ما بيقولوا يعني. ماشي يا لو حضرتك عندك تعليق للموضوع ده. لا حضرتك، لا حضرتك انجزت فعلا. لا لا تمام. حضرتك بقى هل له رول في البلجاريزم ولا؟ خلينا نقول حاجتين برضو في النقطه دي يا فندم. الجزء النقطه الاولانيه ان هو خلينا نقول الرول في اكتشاف ما هو مكتوب بالاي اي، لان انا ممكن اكون انا كاتب حاجه بالاي اي وعايز اذا كان يتم اكتشافها ولا لا. فبالتالي هو نفسه لو في حاجه مكتوبه باي اي وقلت له انت كاتب دي، هيعترف من اول يعني وهله ويقول دي فعلا مكتوبه بالاي اي. فدي جزئيه عشان برضه يبقى يعني برضه عشان لو حد من الطلبه كاتب حاجه بالاي اي وليكن سيسز مثلا زي ما حد من حضراتكم قال دلوقتي، لا ممكن نكتشف ان هو مكتوب بالاي اي. فدي جزئيه. جزئيه البلاجرازم ده يتوقف على الداتابيز اللي عنده. انا ما جربتش صراحه طبعا ان استخدمه في اكتشاف البلاجرازم، يعني عشان اكون صادق مع حضرتك، لان يعني في برامج اكثر تخصصا وانتم ادرى مني، الايثنتيكيتد ترن ات ان اكثر منه تخصصا في موضوع البلاجرازم. هو دور ان هو يقول ان الجزئيه دي بلاجرايزد من حته، ده على حسب الداتابيز اللي عنده. لو الداتابيز اللي موجود عنده هنقول له والله هل دي متاخده من حته ولا لا، مع الوضع في الاعتبار ان هو برضه في اشكاليه فيه ان الفيرجن اللي موجوده دلوقتي ليميتد لحد 2021. الشات جي بي تي 4 عدى ال 21 وهو ما بيقدرش يدخل على النت، هو ليميتد بالداتابيز اللي عنده. فعشان كده قد تكون البرامج الاخرى اعتقد ان هي هتكون اقوى منه حضرتك في موضوع اكتشاف البلاجرس. شكرا يا فندم، الف شكر. تسلم تسلم، العفو، ربنا يخليك. برضه لو في حد ريزنج هاند قبل ما ننتقل للنقطه التاليه، انا لمحت حد ريزنج هاند، لو حد ريزنج هاند او ننتقل. يبقى ده الرولز للميديكال تيتشر، زي ما قلت لحضراتكم اعتقد ان الشات جي بي تي قد يساعدنا في الكثير، يعني في اغلبها على الاقل، زي ما هنشوف النهارده باذن الله. طيب ناخدهم واحده واحده بقى كده ونقول بسم الله. اول حاجه الاي اي ابلكيشن يوزد فور تيتشنج اند ليرنينج. قبل ما نبدا لازم نتفق ان البرومتس اللي هنكتبه ده لازم يكون ليه كرايتيريا، وصراحه لازم نقف عند دي. ايه اللي انا هكتبه عشان يديني اللي انا عايزه؟ اول حاجه الكلاريتي، البرومتس اللي انا اتفضلي دكتوره حنان. دكتوره حنان حضرتك رافعه ايدك. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا اتأخرت في السؤال علشان كنت بس بشوف ريز هاند ما كانتش واضحة عندي. يعني ريفيرنج للكلام اللي قالته الدكتورة خلود وحضرتك رديت عليها بالنسبة للبلاجيريزم أو بالنسبة للريفرنس، معنى كده إن الكلام اللي بيبقى موجود يعني مش دوكيومنتد، فأنا لما أقدمه لوسط علمي يعني مش هيبقى هايلي أكسبتد. يعني اللي أنا فهمته إن الكلام برضو حسب زي ما حضرتك قلت إن هو حسب ما هو داخل له المعلومة، فممكن تكون المعلومة مش متوثقة، أو زي ما حضرتك قلت قبل كده يكون الريفرنس هو حطه مش مظبوط. فمعنى كده إن أنا لما حط معلومة عن طريق الـ AI برضو مش هتبقى متوثقة 100%. فهل ده يعني بيبقى accepted في الأوساط بالذات العلمية؟ طيب خلينا نتفق على حاجه دكتوره حنان، وده يعني وجهه نظري برضو المتواضعه. احنا عندنا يعني زي ما بيقولوا، وده خلينا احنا بنتكلم في الريسيرش او الاوساط العمليه، عندي اجزاء تانية هو ممكن يعني زي مثلا لما اقول له اعمل لي بلان او اعمل لي او حط لي كورس ديزاين او اعمل لي ليكشر او حط لي اسئله، فدول مش دول ما فيهمش مشكله. المشكله عندي فيما يخص الريسيرش. انا دايما اقول حاجه وبحاول ده اللي انا بعمله يعني على المستوى الشخصي، واعتقد يعني هقترحه على حضراتكم. انا دايما بقول ان هو التشات جي بي تي او الجنريتيف اي اي بيديني الفيرست درافت، سواء بعمل ديزاين لحاجه او بعمل توبكس، وخاصه لو انا بتكلم في ريسيرش. الفيرست درافت دي وفرت لي وقت كتير، وارجع تاني للكوت اللي قلتها في الاول، ات ويل ريبليس ذا موست بورينج بارت اوف اور جوبز، نوت ويل ريبليس اور جوب. يعني انا مش هاخد الحاجه منه كده فور جرانتي واقول خلاص هي دي خدتها
وهعرضها، وخاصة فيما يخص الحاجات الريسيرش. عشان كده احنا قلنا الفيجر اللي عملناه، وقلنا هاو تو يوز الشات جي بي تي ستارت. يهمك المعلومة صح ولا غلط؟ لو ما يهمكش توكل على الله، لا يهمك كمل في البروسيس. هتقدر تعمل لها فيريفيكيشن وفاليديشن ولا لا؟ هقدر كمل في كوشن، مش هقدر لا، it is unsafe to use it. يعني تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. كده يوسف، يعني القاعده دي انا بحاول اتبعها. ايوه واقترحها على حضراتكم دكتوره حنان. هو بيسهل الطريق لكن ما اعتمدش 100%، لازم فعلا اعمل فيريفيكيشن بطريقه العلميه. تسلمي حضرتك. هو ده كل حاجه، يعني بيوفر لي وقت كتير ان انا عندي بالظبط، انما مش هاخده كده زي ما هو. تمام، شكرا جزيلا. نرجع تاني للبرومت، يبقى الكلاريتي، السبيسيفيسيتي، كل ما هيكون سبيسيفيك كل ما هيكون بيتر ان هو يديني سبيسيفيك اوتبوت. النقطه الثالثه وانا برضو بهتم بيها، وموضوع الكونتكست. انا بقول له والله اي ام ا بروفيسور ان كلينيكال بايوكيمستري مثلا على سبيل المثال، وبعمل كورس في النيوتريشن لطلبه سنه ثانيه في كليه الطب، مفيش مشكله حتى اقول له في الملك عبد العزيز في السعوديه او في الدلتا اللي هي في الدهليه او في المنصوره، وات ايفر. يعني كل ما احط كونتكست كل ما هيديني ريتريف اوت بوت مناسب. هقول له انا بعمل الكورس ده للاندر جراد او البوست جراد للماستر ستودنت دي اتش دي، بعمله بعمل البرزنتيشن دي للكوميونتي، بعملها لطلبه، لطلبه الطب، لطلبه صيدله. فمهم جدا ان انا احط السياق اللي هيتعمل فيه الحاجه اللي انا عايزها. فده بالنسبه للكونتكست. الكوماند ستراكشر، انا عايز يعمل ايه؟ سمرايز، عايز يعمل ترانسليت، عايز يعمل بروف ريدنج، عايز يعمل اديتنج، يبقى برضو الكوماند الامر اللي هتقوله لازم يكون ستراكشر زي ما كنا بنقول في الليرنينج اوتكمز. بحط اكشن فيرب هنا زي الاكشن فيرب بالظبط. التون، انا عايز يكون بروفيشنال، عايز يكون فريندلي، عايز يكون اوفيشال، وات ايفر. يبقى انا اقول له التون بتاعته ايه. واللينس، عايزه 300 كلمه، عايزه 1 باراجراف، 2 باراجراف، تويتر فورمات، يبقى انا كمان بقول له اللينس بتاعي، لانه حسب اللي هقوله له هو في النهايه. بقى هنا هنرجع يعني ذكاء اصطناعي، اللي انت هتقوله له او اللي حضرتك هتديه هينفذه. جزئيه مهمه برضو اللي هي اللي احنا بنسميها الاتريتيف ريفاينمنت، انا باخد ودي معاه بقى اصدقاء بقى، يعني هيطلع لي حاجه اقول لا لو سمحت انا ما كنتش عايزها كذا، انا كنت عايزك تغير كذا او تعمل كذا. هو الصراحه مؤدب جدا، هيقول لك اي ابولوجايز، اي اندرستاند، سوري فور كونفيوجن، ويبدا يصلح. فالموضوع لازم هيكون ديالوج. وهنا نرجع نقول عشان كده هو كلنا ممكن هيكون معانا للتشات جي بي تي، بس كلنا مش هنقدر ريتريف نفس الحاجه. وده يمكن يعني تكمله اللي طرحه سياده العميد في البدايه، لو انا عملت محاضره والطالب عارف ان جاي من الشات جي بي تي، ما انا برضو البرومتس اللي هديها له هتكون مختلفه عشان تطلع المحاضره بشكل مختلف. يعني مش مساله ان انا هو مش مجرد ان انا هديله توبكس وهقول لا، ده انا بديها له ممكن بالليرنينج اوت كامز بقول له لا غيرها. تيجي هنا الدور اللي هو الريفاينمنت، بعمل فاين تيونينج بحيث ان تطلع حاجه في الاخر حاجه يونيك. افويدنج بايس، هو اوريدي يعني قال ان الجنريتيف اي اي عنده بايس. البايس لحاجتين، بايس ناحيه الناس اللي حاطه في الداتا، عشان كده الداتا معظمها جايه من الشمال، جايه من امريكا ويوروب. فبالتالي لو قلنا له مثلا قول لي ماستر، انا دي جربتها صراحه، لما قلت له قول لي ماستر التعليم الطبي اللي موجوده في المنطقه العربيه، للوهله الاولى حط لي يعني حاجات من مصر طبعا والسعوديه، ولقيته في مصر مثلا مش حاطط لي ماستر التعليم الطبي في قناه السويس، يعني مع انه على ما زي ما احنا عارفين اقدم ماستر تعليم طبي يمكن في الشرق الاوسط كله. فانا قلت له ازاي يعني في ماستر في قناه السويس؟ فرجع لي فعلا فيه، وبدا يكتب. فهو على حسب الداتا اللي عنده جايه منين هيبقى عنده البايس. يقال برضه ان في جندر بايس، يعني يقال ان هو عنده، بس انا هو اللي بيقوله مش انا، يعني في جندر توارد الميل، ان هو دايما رايح ناحيه الميل، لان هم بيقولوا معظم الناس اللي شغاله في الارتفيشال انتليجنس من الميل، فبالتالي برضه عنده بايس ناحيه الميل شويه. طيب فبرضه انا من البدايه ما اديلوش انا البايس ده، ما اقولوش مثلا اديني، الا اذا كنت انا عايز مثلا اقول له اديني كونستراكتيف فيدباك او اديني بوزيتيف فيدباك، انما انا بقول له اديني رايك، اعمل لي
كريتيكس لهذا الموضوع. خلاصه الموضوع البرومتس use simple, clear, and straightforward language that can easily understood, avoiding complex or ambiguous wording. Include examples to illustrate the desired response or format of generic completions. Include context, which is crucial for generating relevant and meaningful completions. Refine and iterate as necessary, رايح جاي معاه, with different variation. Be ethical, avoid prompts that may generate inappropriate bias or harmful content. نفتكر دايما الموضوع ده، ونفتكر ان في عندي حاجه اسمها برومت انجينيرنج. طيب دكتور محمد فري اكونت هاز ليمتد تايمز اوف شاتنج، يعني اعتقد كلام حضرتك مظبوط. دكتوره رانيا ويز تايم اند انبوت موديفيكيشن ات تشينج ذا جيفن انفورميشن تير ريتش ذا اكزاكت بوينت. شكرا دكتوره رانيا. حتى انا كل مره اصلا لو قلت له ريجينيريت هو بيديني اوبشن زي ما هنشوف دلوقتي ان انا اصلح واعمل ريجينيريت تاني للتكست. طيب حتى هذه اللحظة أنا يعني ما زلت بقول إن أنا عندي في الـ AI تشات جي بي تي 1 كاتيجوري والأذر بروجرام 1 كاتيجوري، بس أنا أعتقد زي ما بيقولوا كده إن العرش بتاع تشات جي بي تي بدأ يعني يتزلزل ويتزحزح وتطلع تاني برامج أخرى أعتقد لها من الأهمية والاستخدام، يعني لسه ما وصلتش لمرحلته، بس أعتقد إن القادم فيها هيبقى في عندنا أبلكيشنز كتيرة تستخدم بالإضافة للتشات جي بي تي. إيفن حتى البوتس بتاعت البارد اعتقد ان جوجل شغال عليها بشكل كويس، البنج بتاع مايكروسوفت اعتقد لسه قدامه شويه، انما اعتقد الفتره القادمه هيكون هنشوف حاجات كتيره فعلا نقدر نستخدمها ونستفيد منها. نرجع تاني للجايد اللي عملوه في الامارات اللي هو ال 100 practical applications and use cases of generative AI، وده برضو الباركود بتاعه. فيما يخص الابلكيشن ده بقول لحضراتكم بقى في كم كبير من الشيتس كلها انا هاخدها صراحه من اللينكد ان، التكست للفيديو دي كلها ابلكيشن، الفيديو الليجل فويس ميتنج برودكتيفيتي كودنج. لو حضراتكم عايزين تعملوا البرزنتيشن هبعتها للدكتوره دعاء كلها، بس لو حابين تعملوا سكاننج يعني لحضراتكم تشوفوا في حاجات خاصة للريسيرش، الماركتنج، الرايتنج، برودكتيفيتي، كودنج، ايمجز، ديزاين، برومتنج. انا جربت بعض حاجات يعني بالمناسبة، جربت مثلا هنا الشات جي بي تي اف استخدمته، التومي ده بيعمل برزنتيشن استخدمته، استخدمت تقريبا دول بس في السلايد دي تقريبا يعني، لا دول بس. في حاجات تانية استخدمتها، سميت اد ده ابلكيشن بندخل له اليو ار ال بتاع الموقع يلخص لي ايه اللي في الموقع اللي في الصفحه دي. الكونيفو ده بتاع برزنتيشن استخدمته، البريزو كان عندنا زمان بريزي، البريزو ده بيستخدم الاي اي ان هو يعمل لنا برزنتيشن، ده استخدمته برضه. زي ما حضرتك شايفين كده كم غير طبيعي من الابلكيشن. في الايمج انا بستخدم حاليا دلوقتي اللي هو الميد جيرني، هوري لحضراتكم حاجات معموله دي. في الريسيرش برودكتيفيتي عندنا حاجات للليتريتشر ريسيرش، رايتنج اسيستنس، جرامر اند بارافريزنج. انا صراحه كنت في فتره ما بستخدم جرامرلي، انما دلوقتي الكوالي بوت اكثر من رائع. طبعا في الريفرنس مانجمنت في المندلي انا بستخدمه، وطبعا الناس كتير من حضراتكم ادرى مني بتستخدموا الاند نوتس، الكانفا للالستريشن، برامج من البرامج اللطيفه تقريبا دول اللي هنا في الصفحه دي، بس كل حاجه قابله ان احنا نجربها ونشوف. جاست بس ان انا احط في السيرش بتاعي البرنامج البي او اي ده عامل كده كولكشن، حاطط الشات جي بي تي، وده كان انا مش عارف هو حاليا في مصر الشات جي بي تي بقى شغال ولا لا، ان هو بقى في السعوديه بقى شغال، ما كانش شغال قبل كده فما اعرفش. لا لسه مش شغال برضه يا استاذ محمد. يعني احنا بقى يعني قعدنا فتره طبعا نعمل في بي ان، وانس ان احنا عملنا الاكونت بيشتغل بعد كده، يعني محتاج في بي ان ورقم خارجي. يعني هم الصراحة اشتغل في السعودية بس من فترة قصيرة. بنشتغل على لازم على ايميل او حاجة في دولة اخرى، يعني في دولة اوروبية. يعني صح يبقى كلام حق مظبوط، احنا يعني البدايات كانت كده لحد ما اتفتح في السعودية. يعني حتى كمان كنا عشان ندفع اشتراك اللي هو الشات جي بي تي 4 ما كانش بيقبل اي فيزا يعني من السعودية، دلوقتي اتفتح، واعتقد اكيد مصر ان شاء الله عن قريب طالما اتفتح في السعودية يبقى اكيد هنكون في الطريق يا رب باذن الله. يعني ان شاء الله. يعني هو مهم فعلا. دي البلاج ان اللي شفناه قبل كده اللي بقول لحضراتكم قد تكون زادت عن ذي قبل. يلا بقى يعني كفايه كده بقى عمالين اتكلمنا كتير، وطب بس سمعنا كلام من حضراتكم مهم، خلونا تو براكتس.
نروح للتشات جي بي تي ونبدا تو براكتس. اول حاجه عندنا عايزين نعمل كوريكولم ديزاين، واتمنى على حضراتكم تكتبوا لنا كده في الشات حد عايز يعمل برنامج ماجستير، واول حد هيكتب هناخد برنامج الماجستير بتاعه نعمله له فور فري. مين اول واحد هيكتب عايز ماجستير في ايه، ماستر في ايه على الشات؟ محدش عايز برضه؟ لا، ما حضرتك دكتوره دعاء قول لنا ماستر في ايه. دكتوره دعاء شكلها لاحق، بس لو ممكن كلينيكال سايكولوجي يا دكتور. طيب، هي كلينيكال بس هي دكتوره دعاء سبقت صراحه كتبت ميديكال اديوكيشن. تمام، هو انا عندي مشكله عندنا بايز عشان انا عملت سبريشن ودي شغاله، فالايد الشغاله ما بتلحقش تكتب. عندنا بايز مش مشكله يعني، مش مشكله. لا انا عملت سبريشن قبل الدكتوره دعاء على فكره، بس ما ظهرش، ما اعرفش ليه. كتبت ماستر بيدياتريكس، فين هو؟ طيب ما ظهرش. هو فعلا ما ظهرش حضرتك يا دكتور بقى. طب هو امال ميديكال اديوكيشن يجمعنا كلنا دكتور احمد بقى يعني؟ خلاص ماشي زي بعض. عندنا شويه بايز، عندنا شويه بايز الميديكال عشان خاطر الدكتوره دعاء وهي اللي منظمه الورك شوب كله. ماشي، موافق. خلاص ان شاء الله يبقى يعني يبقى عندنا وقت نقدر نعمل حاجه ثانيه. طيب خلونا برضو، ده اللي هبعته بقى لحضراتكم، وده قد يكون مهم هنا على فكره. يعني احد ورش العمل كنا عاملينها هنا في الجامعه، واحده من الدكاتره كانت عايزه تعمل ماستر دنتال اديوكيشن برضو، يعني وهي اللي لحقت برضو دكتوره دعاء على فكره يعني. فخلينا ناخد البروميتس الجاهزه ونحطها للميديكال اديوكيشن، ونعمل حاجه يعني ان شاء الله تكون قابله للتطبيق للكل، مش بس في الـ يعني تمشي للبيدياتريكس دكتور احمد، تمشي للنيوتولوجي زي ما شفتوا الدكتوره مريم كاتبه، الكلينيكال سايكولوجي، الفكره كلها باذن الله هتكون واحده. طيب خلونا هنا اوكي، ده كده، وده هبعته برضو للدكتوره دعاء تشاركوا مع حضراتكم باذن الله. بس خلونا نروح عند ده الاول كده ونقول له كلير. قلت له طيب احنا عندنا مجموعه من البرومتس الجاهزه، اخدها وبعدين هعمل فيها تغييرات بسيطه، ناخدها واحده واحده. هنقول هنا يعني ناخد دي كده كوبي على طول اهي، كنترول سي، وبعدين نروح على الشات جي بي تي. طبعا قبل ما نبدا يعني، طبعا الشات جي بي تي عشان اشتغل عليه انا محتاج ان انا اعمل اكونت عليه، وبمنتهى البساطة جدا أنا هعمل الأكاونت يفتح بس بسرعة بسرعة. هعمل الأكاونت هنا من خلال الجزء اللي تحت هنا كده، أدخل الإيميل زي ما اتفضل كده سيادة العميد، أدخل الإيميل بتاعي، أحط هيحتاج مني رقم التليفون، بعد كده أكتيفيشن يوزر نيم وباسورد. بمنتهى السهولة هيبقى عندي أكاونت من هنا. وعايز طبعا لو اشتركت بعد كده في اللي هي الشات جي بي تي 4 هيبقى فيها بيد اللي هي $20 في الشهر، ويظهر لي عندي هنا الجزء اللي اليسار ده بيبقى فيه كله تجميعه للي انا اشتغلت فيه خلال من اول ما قلت يعني ما اشتركت في الشات جي بي تي. هلاقي كل الحاجات اللي موجوده محفوظه هنا بحيث ان انا اقدر ارجع لها في اي وقت. هقول له نيو شات، خلونا يعني خلينا على نشغل فيرجن شات جي بي تي 4. صراحه جي بي تي 4 وجي بي تي 3 اللي هو الفيرجن 3 انا بالنسبه لي شايف ان الفرق الاساسي فيه البلاج ان، ما دون ذلك الدنيا مش فارقه الفرق اللي هو كده. وهنحاول ان احنا نشوف بعض البلاج ان دي. ادي البروميس اللي انا حاطه از بروفيسور اند اكسبيرت ان، اخلي دي بس كده ميديكال اديوكيشن. I want to develop a master program in medical education. I need brief introduction to the program, its aims, goals, outcomes. وانا خدت هنا مثلا، احنا عندنا هنا بنتكلم الدومينز اللي بنحطها knowledge و skills و value، ممكن احطها attitude، احطها زي ما انا عايز، واقول له توكل على الله واديني الايه الانترودكشن للماستر في الميديكال education. فاديني الانترودكشن، ماستر is an interdisciplinary and rigorous academic program with the aim بتاعه to equip professional with theoretical knowledge, practical skills and critical thinking. The goal is to provide comprehensive understanding principle of practice medical education. The outcomes ويدهاني
طبعا انا ممكن الاقي الاوتكمز مستخدم لي مثلا الاكشن فيرب نون ميجر زي اندرستاند، هرجع له اقول لا انت حاطط لي اندرستاند مش كده وبس، انا ممكن ادي له تشيك ليست للليرنينج اوتكمز اقول له طبقها لي وعدل لي، مش هيقول لا برضه. وادي السكيلز مثلا ديزاين اند امبلمنت افكتيف educational interventions tailored to specific learner needs, evaluate apply innovative technology to enhance teaching and the learning process. يبقى ده كده ايه اداني المقدمه. طبعا ده هرجع اقول اللي كنا بنقوله من شويه مع الدكتوره حنان، هو بيديني الفيرست درافت، يعني تعيين انا بقوله هو اداني كده يعني ايه بقى في جثه موجوده وبعدين ابدا انا اشتغل عليها. هيوفر وقت، يعني زي ما زميلتنا في طب الاسنان قالت لي احنا ممكن الكلام ده بياخد شهور عشان اوصل للدرافت الاولاني، التعديل بقى هيبقى الى حد ما اسهل شويه. طب عملنا اول جزئيه، هي نيجي للجزئيه الثانيه. بليز نومينيت ذا ريكوايرد كورس انكلودنج اتس كريدت اور. انا عايز البرنامج ده اديني الكورسز بتاعته كنترول دي اهيت وبالكونتاكت وبكريدت اور بتاعتي. فاداني هنا ادي الكورس فاونديشن اوف ميديكال اديوكيشن كريكولم ديزاين اند ديفلوبمنت ان ميديكال اديوكيشن، مديني الكريدت اور اسسمنت اند ايفالويشن في الميديكال اديوكيشن تكنولوجي تيتشنج. طبعا ممكن هقول له لا والله انا كنت عايز كورس في السيميوليشن مثلا، انت ما حطيتوش، فيزود لنا كورس في السيميوليشن. عايز كورس في الارتفيشال انتليجنس اند ميديكال اديوكيشن، هيزود لي كورس يحط لي اللي انا عايزاه فيه. طيب خلصت الجزئيه دي واداني الكورسات بتاعتنا اهي، هقول له اي نيد بريف انتروداكشن فور اتش كورس. لكل كورس من الكورسات دي هيديني انتروداكشن عنها، الفاونديشن اوف ميديكال اديوكيشن الثاني هو ذيس كورس ديلفز انتو ذا هيستوريكال ايفولوشن فاونديشنال ثيوريز اند كي برنسبلز شيبنج ميديكال اديوكيشن، وكل كورس من الكورسات اداني انتروداكشن عنها. طيب عايز يبقى نقرا الدرس قبل ما تروح للماستر برضه، انت رايح بتسمع منه للمره الثانيه نعكسها. يقدر دكتوره دعاء انا حسب ما هقول له هيديني، هقول له انا عايز سبيسيفيكيشن ان كومبنت سبيس ماذر مانر هيدهاني يعني. ودكتور رانيا ويشنج تو ميك ايفري ثينج فور اس يعني، يعني بعد ما نخلص دي حضرتك هتقولي عمل لنا قد ايه بالظبط يعني. طيب عايز اقول له بقى سجست، احنا وقفنا عند فين حضراتكم؟ في حاجه ثانيه خلاص، اداني البريف انتروداكشن. اوكي هقول له دلوقتي كود يو جيف مي ديتيلز، انا عايز دي تيتشنج ستراتشز، فاقول له سجست ذا تيتشنج ستراتشز which are mainly student centered. انا عايز تيتشنج ستراتشز، فهيقول لي تقدر تستخدم بروبلم بيست ليرنينج كيس بيست تيتشنج فليبد كلاس روم collaborative learning, group work, peer teaching, simulation and role playing, self-directed, concept mapping, interactive seminar and discussion, e-portfolio, gamified learning, Socratic teaching, jigsaw methods. التاني مجموعة كبيرة، هاجي مثلا أقول له والله أنا الجيكسو دي أنا أصلا ما أعرفهاش، أقول له هنا إيه؟ أخدها هيت وأقول له بالراحة بس عليه يعني، اهدف شوية. جيكسو أهو. ممكن يعمل لي كويشن بانكس كمان جايين يا فندم، يعني حضرتك بس يعني اظهر يعني الواحد يحلم بس ماشي. لا احلم حضرتك براحتك، واحنا يعني ومش انا يعني هو هنا ان شاء الله. give me more details how to apply الجيكسو، انا ما اعرفهاش دي اساسا، فاقول بقى اديني تفاصيل عنها مثلا على سبيل المثال اديني الاوفر فيو عنها. Steps to apply the jigsaw method, الفورم اوف هوم جروبز والاساينس الى اخره. طيب نبدا بقى في الاسئله اللي حضرتك والدكاتره بيسالوا عليها. خلاص كده خدنا دي، هقول له هنا انا عايز انترناشونال بنش مارك البروجرام ده، انا بقى عايز اعتمده فانا عايز البنش مارك، فاقول له اديني بنش مارك للبروجرام. فيديني انترناشونال بنش مارك. مين في البرامج زي ده موجود فين؟ فاداني هنا اسوشيشن، قال لي الويف مي وقال لي اسوشيشن اوف ميديكال اديوكيشن، فاقول له انا مش عايز كده، انا عايز اي نيد سيميلر بروجرام ان ديفرنت يونيفرستي، انا عايز جامعات تكون بتدرسه.
ده مفيش مشكله، اداني اسوسيشن عندها حاجات من هذا القبيل، بس انا محتاج يديني حاجات تكون جامعات. طيب هقول له هنا ادي كنترول في اهو، فيديني جامعات. قال University of Dundee، يعني بدأ بالتقيل قوي يعني زي ما بيقولوا. ماستر من University of California. ايه تاني؟ University Program، واداني نبذة عن ماسترخت مثلا على سبيل المثال، University of Sydney. طبعا ممكن اقول له بقى زي ما قلنا قبل كده، عايز، لا انا عايز في الدول العربية، هيطلع لي ايه اللي موجود في الدول العربية. وصل لجنوب افريقيا اهو، كوليدج يو سي ال. اوكي طيب عايز ايه تاني بقى؟ Could you suggest some assessment strategies for each domain؟ عايزين assessment، فنقول له هنا اديني assessment. طيب طبعا حضرتك دكتور احمد وحضرتك جميعا، لما اقول عايز بنك اسئله او اسئله في ميديكال اديوكيشن، كانت بتبقى تشالنج بالنسبه لنا ان انا احط مثلا ام اس كيوز او السي ميديكال اديوكيشن، ما كانتش بتبقى سهله. بس شوفوا حضرتك هو قال لي هنا، قال لي هنا ده بيديني اكزامبل مالتيبل تشويس، ده بالنسبه للكوجنيتيف مالتيبل تشويس، السي كيس بيزد، كمبيوتر بيزد، السايكوموتور اوبجكتيف استراكشر، دايركت اوبزرفيشن الى اخره. حط لي مجموعه من الاسئله، طبعا انا مش لازم اخد كله، بس هو زي ما قلنا كده ايه، انا ممكن لو انا عندي توصيف للبرنامج تمبلت اديله الايتم اللي في توصيف البرنامج واقول له عبيها لي، باخدها كده بالنص زي بيقول. طيب هو حط لي واحده من الاسسمنت مثلا ريفلكتيف جورنال، ممكن اقول له بقى اديني مور ديتيلز عن ريفلكتيف جورنال مثلا على سبيل المثال، هيديني تفاصيل. طيب خلينا ناخد دي برضه عشان يهمني دي جزئيه بس عايز اعلق عليها سريعا. هقول له give me more details عن reflected journal، اللي هي واحده من الاسسمنت ميثود اللي هي دي. هقول له هنا كنترول دي، ايه سوري اهو لسه بيديني في الاسسمنت، مفيش مشكله خير. هقول له هنا stop generation، فانا بقول له اديني تفاصيل عن الريفلكتيف جورنال، ايه هو الريفلكتيف جورنال ده، بيتعمل ازاي، ومكوناته ايه، الريفلكشن ايه هو. فاداني هو البيربس بتاعه، اداني ستراكشر اند كونتنت، ديسكريبشن اوف ذا اكسبيرينس، فيلينج اند رياكشن، اناليسيز، كونكلوجن، اكشن بلان. طيب طبعا هو انا عشان اقيم الريفلكتيف جورنال محتاج روبريك، وطبعا الروبريك طبعا كان من الحاجات اللي هي يعني صعب ان انا تو ديفولوب، فخليه كمان يعمل لي روبريك. يبقى انا كده احد التولز للبرفورمانس اسسمنت يقدر يعملها لي، ومش كده بس، انا اقول له ان تيبل فورمات عشان يعمله لي في تيبل كمان فورمات، يبقى هيعمل لي كمان روبريك عشان وطبعا اذا كان عمل لي الريفلكتيف جورنال ممكن يعمل لي روبريك لبرزنتيشن، لبوستر، لاي لبورتفوليو، لبروجكت، هيعمل لي ادي روبريك معمول اهوت جاهز فور اسيسنج ريفلكتيف جورنال، ديسكريبشن، اكسبريشن اوف فيلينج، اناليسيس، انتربريتيشن. دي الايتمز انا قلت له انا عايز اربعه خمسه ايتمز واربعه ليفلز، وحط لي البيجيننج، الديفلوبنج، البروفيشنت، الاكزامبلري. يبقى حط لي كمان ايه هو الايتمز بتاعت الروبريك اللي انا عايزه. طيب يبقى ده واحد. طيب خلاص ده خلصت لنا كده الروبريك، نيجي للي بعدها بقى. شوف بقى انا هختار لي بقى واحده من الكورس، نبدا بقى سبيسيفيك. هقول له انا عايز الاوت كامز والتيتشنج استراتيجيز لمين، لكورس من الكورسات بقى. اخد ده هنا كده واروح اختار لي كورس من الكورسات اللي هو حددها لي، وده اللي هنشتغل عليه بشويه تفاصيل حالا قبل ما نروح للنقطه الثانيه. هو حط لي الكتف كورس كمان، هنقول له هنا مثلا اديني تيتشنج اند ليرنينج ميثود، انا عايز تفاصيل عنه. كنترول سي، I need the outcomes of and the method in strategies of teaching. I need outcomes of teaching. أخذ outcome of control. يبقى هنا اداني learning outcomes الكورس محدد.
طيب خلونا واحد ناخد واحد منهم اللي هو مثلا بتاع curriculum design، اللي هو وناخد learning outcomes منهم. recognize the component and stage of curriculum development in medical education. ناخد ده. ونيجي بقى لسؤال الدكتور احمد كود يو، خلونا ناخدها من هنا برضو بالنص عشان نوفر الوقت. انا اقول له ان انا عايز ام سي كيوز للسؤال ده. I need 10 MCQ اهو. I need 10 MCQs to assess these outcomes of cognitive levels. The STEM in the form of case study with 5 response and explanation. اقول له هنا these is the outcome. انا عايز 10 اسئله يكونوا ام سي كيو. حط لي الكيس اهو. دكتور سميث has been appointed to spearhead the development of new course in the medical school. He began by setting out clear educational objective for the course. Which stage of curriculum development are you currently engaged in? طبعا ممكن الاسئله دي اقول له I need it more cognitive. مفيش مشكله خالص. يبقى هنا هيدينا 10 اسئله. After piloting new surgical course of year, Dr. Lewis is collecting feedback from students to make necessary which stage. طبعا هو واضح ان الاسئله يعني زي ما بيقولوا قد تكون سهله. هنقول له ايه؟ I need it. More cognitive. Here's some information. سيري طلعت لنا دلوقتي هي دي عشان الظاهر عشان احنا بنتكلم في الـ في الاي اي فهي جت لنا. طيب I need it more cognitive. طبعا لو عندي غلطات سبيلنج زي اللي انتم شايفينها كده هو الراجل يعني بيبقى فاهم ان فاهم قصدي ايه بيتعامل معاه. لا الظاهر كده هو لا هو ما فهمهاش المره دي. اقول له I need المرة دي لا معرفهاش. Or cognitive. فكده خليها لي more cognitive. خلينا هنا يبقى ده أول مرة كانت MCQs. وطبعا دكتور احمد بقى انا كل ليرنينج اوتكمز اطلب منه 10 20 يعني زي ما انا عايز يعني ازود انا زي ما انا عايز. مفيش مشكله خالص. ممكن اقول له فور ذا سيم اوتكم اي نيد 10 اكستندد matching which طبعا انا ممكن اقول له كمان الار تايب بس هو الار تايب مش عارف فلازم بعرفه الاول يعني ايه ار تايب اكستندنج ماتش. يا رب دكتوره اميره تكون الحاجات دي يعني بتصب عند حضرتك برضه. ايوه دكتور محمد اكيد اكيد ويعني شكرا جزيلا. انا يعني قاعده شايفاها معاهم وشايفاها بس انا اصلا المايك ما اعرفش غصب عني عشان اتفتح من شويه. انا متاسفه الازعاج اللي عمله يعني بس تمام حلوه جدا الامثله دي. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك. هنا ممكن اقول له 10 السي هيديني السي. لا انا مش عايز السي بقى. انا ممكن اقول له عايز الموديفايد السي اي نيد واشرح له اي نيد 5 موديفايد السي كويشنز. اشوف عارفها ولا محتاج ان انا اقول له الفاين الموديفايد السي لازم يكون فيها انتروداكشن كيس وتحتها 5 شورت. اشوف كده هو عارفها ولا لا. انا عايزك كنت بديله التعريف بتاعها.
شوف هو بقى كاتب لنا هنا بقى ايه modified essay question are structured assessment methods often used in meds and the health science typically present problem. لا والله عارفها والله الصراحة. scenario in series of sequential part of stem requiring a brief written response to each. this format designed to assess clinical reasoning and the decision making. فدينا هو سيناريو you have been appointed as a new curriculum coordinator for medical schools. ودينا هو identifies the initial state, describe methodology. once the data is collected, outline the next two stage of curriculum development. يبقى اداني كمان حتى الموديفايد السي. حتى من الدكاتره اللي في الاول قال لنا عايز الاوسكي او الاوزبي. انا ممكن اقول له هو صعب خلينا ناخد حاجه يكون فيها كلينيكال شويه كده ونقول له ديفولوب الاوسكي. نرجع تاني للليرنينج اوتكمز. يعني بنفس الفكره انا اقدر اعمل اوسكي ستيشن اديله العدد اللي انا عايزه اقول له ان انا عايز انستراكشن تو ذا the examiner instruction to student اللي checklist to be used. احدد له learning outcomes او احدد له topics واقول له اعمل لي الاوسكي اعمل لي الاوسكي اعمل لي الورك بليس بيزد اسسمنت. نفس الفكره بحدد له كل اللي انا عايزه هو هيقدر يعمله. يبقى ده فيما يخص الاسسمنت. يبقى احنا كده بالنسبه للكورس ده تقريبا. طبعا بقى انا لسه عندي حاجات ممكن هبعتها بقى لحضراتكم. انا عايز some reference of this outcomes. هيديني reference بس احتاج ان انا راجعها زي ما قلنا. هقول له انا عايز text book للليرنينج outcomes. I need to develop. نرجع بقى اللي قالها لنا الدكتور احمد. I need to develop powerpoint presentation of 20 slide of for this learning outcomes. Give me the full content of each slide. By the way, I'll copy it and the best to powerpoint. فاقول له كمان اديني باوربوينت برزنتيشن. يبقى انا كمان ممكن هو تو ديزاين الباوربوينت زي ما اتفقنا دكتور احمد انا ايه هشتغل عليها بحيث ان انا توصلني للي انا عايزه بالظبط بحيث ان هي تبقى حاجه يونيك برضه. انا هختم الجزئيه دي يعني عشان احنا لسه عندنا حاجات ثانيه صراحه. انا عندي هنا كمان في البلاج ان بس انا ما اعرفش انا مشغلها ولا لا. في بلاج ان بتعمل لي برزنتيشن ممكن بالبلاج ان دي اطلب منه ان هو يعمل لي البرزنتيشن كمان از باوربوينت برزنتيشن. طبعا ساعات بيدهاني مختصره انا ممكن اقول له لا اديني مور ديتيلز باي ذا واي تو كوبي اند بيست. يعني بفضل وراه لحد ما يديني اللي انا عايزه. يعني انا هبعت لحضراتكم كل البرومتس الجاهزه دي تبقى مع حضراتكم. عندي هنا مثلا برومتس انا عايز لو حصل اتشيفمنت الليرنينج اوت كمز اعمل ايه لو ما حصلوش اتشيفمنت اعمل ايه. هبعت لحضراتكم ده كله كامل الفايل ده كله كامل. مش كده وبس. طب انا خلصت الجزئيه دي خلاص هنا كده وهابي بيها. انا عايز ابعتها للدكتوره دعاء وعشان هي تبعتها للتيم اللي عندها في القسم عشان يبصوا عليه. ببساطه جدا عندي الايكون اللي موجود على اليمين فوق ده شير شات. هعمل له بس كده كليك هيقول لي كوبي لينك. هعمل كوبي اللينك. كوبي اللينك دي هحطها لحضراتكم في الشات حالا دلوقتي. اذا هيكون عند حضراتكم دلوقتي حالا كل اللي احنا عملناه من شويه موجود عندنا. يا دكتور احمد الاسئله اللي بيقترحها بيكون بدائيه. احنا اتفقنا دكتور محمد ان احنا بنفضل ورا نقول له ان لا انا عايزها مور كوجنيتيف. انا عايزها ان هي تكون تقيس حاجه معينه. وطبعا هو مترتبه هو انا مديله هنا ليرنينج اوتكمز بسيط قوي الستيج اوف كوريكولم ديزاين. فهو مديني اسئله تمشي مع الليرنينج اوتكمز نفسه اللي هو اساسا مش كوجنيتيف. فتطويرها انا وراه لحتى ما يطورها زي ما بيقول. طيب ده كان الجزء نقدر نقول الثالث من النهارده يخص الاستخدام في التيتشنج والليرنينج والاسسمنت از هاند اون. استخدمنا فقط مين؟ استخدمنا التشات جي بي تي. طيب عندي حاجه ثانيه ممكن استخدمها في التيتشنج والليرنينج؟ يعني هقولها كاسماء ودي محتاجه ان احنا بقى تراي ونشوف اني انسب لنا. عندي البريزو. البريزو ده بيعمل لي سلايد باستخدام الاي اي. ممكن اديله توبكس او اديله عنوان او اديله يعني باراجراف يعمل لي منه برزنتيشن. عندي الديكتوبس. الديكتوبس ده برضه نفس القصه ممكن يعمل لي كرييت ويز اي اي باوربوينت برزنتيشن. ده انا بستخدمه صراحه. عندي كمان حضراتكم ده تومي على ما اتذكر. ده تومي برضه. تومي ده برضه من البرامج اللي ممكن استخدمها في ديفلوبنج الباوربوينت برزنتيشن. زي ما اتفقنا عندنا بعض البرامج اقدر استخدمها في عمليه البارافريزنج والجرامر تشيكر والبلاجريزم
الكوالي بوت. الكوالي بوت ده من مميزات ان هو ليه اد اون على الكروم وليه اد اون في الوورد اقدر استخدمه. سميت ات ده انا بحط له اليو ار ال بتاع صفحه انترنت وهو يلخصها لي. نرجع تاني اللي قلناه في الاول، انا عندي جينيريتيف اي اي نوعين، في حاجه جينيريت تكست وحاجه جينيريت ايمج. تكست اتكلمنا عنه يعني الاساس فيه والشات جي بي تي. طب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن جينيريت ايمج. عندي الميد جيرني، والميد جيرني ده من البرامج يعني فعلا انا صراحه جربت اكتر من برنامج من اللي هم جينيريت ايمج، اعتقد ان الميد جيرني اقواهم فعلا يعني. اديت له برومتس اهوت، قلت له From a chatbot to chatbots, artificial intelligence is reshaping higher education. وعايز ايه اللي انا عايزه منه بقى؟ عايز faculty member, both male and female, use different artificial intelligence tools in teaching their students, designing course, developing research, a sober realistic image. وتاني الصوره دي. يعني دي صوره معموله بالartificial intelligence. وفي اوبشن بقى كتيره، يعني هو في اوبشن كتيره، قلت له regenerate الصوره فعمل لي دي. فدي برضو صورة معمولة بالايه بالارتفيشال انتليجنس. الموقع بتاعه طبعا يعني ده من عيوب هذا البرنامج ان هو ما فيهوش فري، هو على طول لانه عليه ضغط جامد، فهو كله الفيرجن بتاعته مدفوعه ب $10 في الشهر. يعني بيستخدم في حاجات كثيره بقى، طبعا يعني جانب الايثيكال فيه مهم جدا، بس هو عباره عن بوت. بلاقي ناس كثيره بقى شغاله يعني، وانا بدخل اشتغل كده بتلاقي ناس بتحط ايمج ممكن نستفيد بالايمج اللي الناس بتحطها يعني في كل المجالات. فده من واحد من البرامج اللي بتعمل ايمج. طيب في الاي اي برو ده كولكشن، في شات بي دي اف اللي هو يعمل شاتنج مع فايل بي دي اف، شات بوت برو ده زي الشات جي بي تي، برومت لايبرري، لايبرري فيها برومتس كثيره ده فري، والشات جي بي تي جزء من الاي اي برو. اذا عندنا يعني في الشات بوت او الحاجات اللي هي جنريت تكست او ايمج مجموعه من البرامج. الشات جي بي تي انا في رايي بيجي في المقدمه، وعندي برامج بقى للبرزنتيشن زي البريزو زي التيك توبس زي التومي زي مش فاكر ايه تاني، في البيوتفول اي اي، في الايمج اشهرهم الميد جيرني، في برامج للسامرايز الويب سايت زي سميتت، في برامج زي اللي احنا شفناها دلوقتي اللي هو تجميع للكل زي هو اللي هو الاي اي برو. ده كان التيتشنج والليرنينج والاسسمنت سواء للشات جي بي تي او الحاجات الاخرى. طيب اي استفسار او حاجه يعني قبل ان ننتقل للنقطه التاليه اللي هي الاي اي ابلكيشن يوز فور ريسيرش؟ استفسار، أسئلة، عايزين 5 دقايق بريك يعني أنا اللي حضرتك تشوف. دكتورة مها حاضر، يعني هبعت لحضراتكم الباوربوينت برزنتيشن هيبقى فيها اللينك كلها معمولة اللينك فيها إن شاء الله بإذن الله. فزي ما الدكتورة كده ما تقليش دكتورة إن شاء الله بإذن الله. طيب أوكي خلينا نروح للريسيرش. وبرضه يعني احد هدايا النهارده ان في برومتس جاهزه للريسيرش. من اول بقى انت حضرتك بتقولوا مش فاكر بداتوا منين، بس احنا هنبدا من الاول. من اول سيلكتنج ريسيرش فيلد، جينيريتنج ريسيرش ايديا، ليتريتشر ريفيو، فورمولاتنج هايبوثيسز، الميثودولوجي، انالايزنج ريزالتس، دسكشن اند امبليكيشنز، رايتنج اند ستراكشر، بير ريفيو اند ريفيجن، ببلشنج اند ديسيمينيشن. وبرضو عايزين كده حد من حضراتكم يعني يسبق ويحط لنا يعني area of research عايزين ندور فيه. العفو دكتورة بقى، مين عايز research؟ If I repeat the same question would I give غالبا مش هديك نفس الانسر يا دكتور طارق، هيديك انسر ريجنريت بيختلف شويه، ولو انا عملت حاجه وانت عملت حاجه هيبقى برضه في اختلاف شويه، مش هتبقى تسليم، هيكون في اختلاف. توبيك فيلد اوف ريسيرش يا جماعه، محدش عايز بيختار برضه ولا ايه؟ والله يا دكتوره دعاء حضرتك عداك العيب اهو، حضرتك ساكته فعلا والله يعني فكده يعني ما قصرتيش.
طيب نروح للشات تاني، مين حد حط حاجه ان شاء الله؟ نانو تكنولوجي، حاضر دكتوره خلود. دكتوره خلود سبقت وقالت لنا النانو تكنولوجي. طيب نفس القصه، احنا عندنا برومت جاهز، خلونا نفتح ناخدها كوبي بيست على طول. الناس يعني يبقى كده اتكلمنا في التيتشنج والليرنينج والاسسمنت، ادي الريسيرش، ويبقى لنا الليدر شيب باذن الله. طيب اول حاجه عندنا سيلكتنج ريسيرش اي دي، فاخد اول واحد الريسيرش فيلد اهو، كنترول سي كنترول سي، واروح خلاص اتفقنا. احنا بنروح عند نيو عند نيو تشات، اقول له هنا بيست كنترول في ان فيلد اوف نانو تكنولوجي. Can you provide me with a summary of the latest trends and the peaks in the area? اقول له اوكي. حضرتك بقى قول لنا الحاجات دي فعلا يعني فعلا هي نيو ترندز ولا لا، انت اخترتي حاجه يعني انا ما عنديش اي فكره عنها صراحه، فده اختار لنا دول. نانو ماتيريالز زير ابلكيشنز، نانو ميديسين، نانو الكترونكس، نانو مانيفاكتشرنج، نانو تكنولوجي فور انرجي، كلام شكله كبير كده دكتوره خلود، ولا ايه؟ انفيرمنتال ابلكيشن، نانو سنسورز، كوانتم كومبيوتنج، ايثيكال سيفتي اند كونسيدريشن. ايه راي حضرتك في الفيلدز دي يا دكتوره خلود في النانو تكنولوجي؟ او سوري حضرتك فيري جنرال. اوكي دكتوره شباب بتقول فيري جنرال. طيب يعني مش 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 حاجات مش جديده يعني. طب هل ممكن ناخد حاجه منها ونقول له بقى وبرده دكتوره جنرال؟ طيب نشوف السؤال الثاني ايه اللي عندنا، هيقول لنا هنا ايه دي الاسئله؟ يعني ما فهمش اي حاجه يعني جديده. طيب I need the most recent ideas in these fields as all you mentioned عشان اسكت بقى are general. عشان سكوت بصراحة يعني كده هو زعلنا منه. قال لي أنا آخري 21، هقول له هنا نو بروبلم. بروفايد تل 2021 مشكلة. اقول له كود يو. طب في طبق من دول حضراتكم عايزين منه ريسيرش ايديا، يعني مثلا زي مثلا ناخد نانو ميديسين ادفانسمنت مثلا، ناخد ده كده الاولاني كنترول سي. كود يو جيف 10 innovative idea for this topic that I can publish it in high impact جورنال. فانا اخترت واحد منهم اللي هو النانو ميديسن ادفانسمنت، وقلت له اديني 10 اي بيرسوناليز نانو ميديسن فور كانسر اميونوثيرابي، نانو روبوتكس فور تارجتد دراج ديليفري،
نانو سكيل جين اديتنج فور جينيتك ديس اوردر، سمارت نانو بارتكلز فور ريال تايم ديزيز مونيتورنج، نانو براك. يعني طب ايه راي حضراتكم في دلوقتي الدكاتره المتخصصين يقولوا كده الدنيا احسن ولا لسه ستيل برضه حاجات جنرال نون سبيسيفيك؟ ايه راي حضرتك دكتوره خلود دكتوره رايكم ايه؟ دكتوره شيماء طيب استيل يعني كل دول لسه ستيل جنرال. هو انا يعني احنا سؤالنا دلوقتي مش في جنرال او سبيسيفيك، احنا بنتكلم على حاجه ريسنت ادفانسد ان احنا نقدر نشتغل عليها، ان يعني حاجه تكون مختلفه، حاجه تكون ما اتعملتش قبل كده بمعنى اصح. يعني can we combine nanotechnology with repurposed drug for cancer؟ بص بقى دكتوره شيماء، احنا ممكن نعمل الكومباينيشن لاي حاجه، يعني ما فيش مشكله خالص. يعني ده دي ترجع لي، حط اللي انت عايزاه. احنا هناخد دلوقتي الفكره وبعدين اسيب حضراتكم تعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده فيها بسواء سبيسيفيك الى اخره. دي بقى ترجع لكم انتوا، ما فيش مشكله. طيب هاخد انا مثلا نانو روبوتكس دي اهو، كنترول سي، اقول له كود يو جيف مي 5 research questions that cover this research idea. هدي له research idea دي واقول له اديني research questions دي. شكرا دكتور طارق، انت تقريبا بتفكر نفس اللي انا كنت بقوله دلوقتي. اهو اداني ريسيرش كويشن، هاو كان وي انهانس ذا سبيسيفيتي اند بريسيشن اوف نانو ميديسين ديليفري سيستم تو تارجت اند تريت كانسر سيل وايل مينيمايزنج دامج ويل ستيشن او وات انوفيت. هاخد انا السؤال الثاني ده على سبيل المثال، كود يو جيف مي ذا ريسيرش هايبوثيسيس for the following question. هقول له يديني الهايبوست بتاعه. يبقى ده الهايبوست، ده الهايبوست بتاعه. طيب طبعا هنرجع نقول تاني الكلام ده كله قابل للموديفيكيشن، انا بصلح فيه وبغير على حسب برضه بحط الانبوت بتاعي، بس على الاقل اداني ايدياز، اداني ريسيرش كويشن، اداني الهايبوثيسيس. لا ده مش كده وبس، انا ممكن اتعمق معاه كمان شويه واقول له اديني الميثودولوجي. يعني انا زي بقى اللي هبعته لحضراتكم فور ماي ريسيرش اهو، ده اديني الميثودولوجي اهو، وات ار ذا موست ذا بيست ميثودولوجي اند اكسبيرمنتال ديزاين. اقول له هنا فور this. وبعدين اقول له شيء كده خالص اهو، هنقول له what are the best research design. فاداني الميثودولوجي، ممكن اخد واحده منهم دي اللي هي نافلو، اي واحده منهم مثلا، اداني مجموعه منها منهم سيرفيس موديفيكيشن. جيف مي ذا ديتيلز فور كنترول في سيرفيس موديفيكيشن. دكتوره مريم، كان بي يوز تو كالكوليت ذا سامبل سايز؟ يس. حضرتك هتدي له، بس ادي له التفاصيل، قول له انا عايز احسب السامبل سايز وادي له المعلومات وهو يحسب لك السامبل سايز بتاعتك.
ادي هنا السيرفيس موديفيكيشن الثاني، الامثله بتاعته الليجاند كونجكشن بوليمر كوتنج. طبعا انا حاجات انا معلش انا يعني بحطها، انتوا بقى تقولوا لنا الكلام ده يمشي ولا لا. طيب خلصت البحث بتاعي، عايز اقول له حاجه تخص الريزلتس، اقول له دلوقتي analyzing result، هقول له انا اهو I have collected data for my study، واحط له الستدي. Can you guide me on the appropriate statistical tests and interpretation methods؟ هيدهاني. بعد كده الدسكشن هقول له my results for the research on، وادي له التوبيك بتاعي. How should I compare them with existing literature and what might be their broader implication؟ وبعد كده I am drafting the paper on، وقالها له can you help me ensure that the structure and the content align with standard scientific writing. حتى لما اوصل للبير ريفيو وجالي رد I have received feedback from the reviewer for my paper on كذا، can you help me interpret their comments and suggest how I might. طيب ده مش كده وبس، انا خلاص خلصت البحث بتاعي وعايز اعمل له submission للجورنال. أنا ممكن هنا أقول له could you select the appropriate high impact journal to publish this article. اختار لي الجورنال نفسه، ناتشرال نانو تكنولوجي ادفانسد ماتيريالز نانو توداي، واداني ايه لكل واحده بالامباكت فاكتور بتاعها. طيب ويتش هاز ارابيد ولا فاست فاست بابليكيشن تراك، مين بتنشر أسرع؟ فاداني مجموعة من الحاجات اللي ممكن تبقى تنشر أسرع. أقول له مثلا أنا سلكت جورنال ده، I select this journal code to write a letter to the editor to publish my article in it. عايز letter للإيتر أو إيميل للإيتر، فيديني الصيغه بتاعه الايميل ومعاها تفاصيل عن الارتكل بتاعي ابعت. يبقى تقريبا انا عندي مجموعه من الاسئله حضراتكم من اول ما فكرت في فكره الريسيرش محتاجه فاين تيونينج، محتاجه فاين تيونينج، بس على الاقل هيديني درافت. وهنا بقى دي تنفع يعني حتى لاولادنا وبناتنا في طلبة الماجستير والدكتوراه، لما أقول له أنا عايزك فكرة للبحث الرسالة بتاعتك أو عايزك الفكرة للبحث، أعتقد مش هيكون فيها أي حتى حاجة إيثيكال إن هو أقول له دور في الشات جي بي تي وهات الأفكار اللي ممكن تمشي معاك، وممكن يمشي في الخطوات دي كلها بالاستعانة بالشات جي بي تي من أول الأيديا لحد النشر والمساعدة في النشر. فروم دكتور طارق، فروم وات أي سي ناو ذيس انتليجنس تول will limit the ability of higher thinking and creativity. Many will rely heavily on it. هنتكلم في النقطة دي دكتور طارق في الآخر. طبعا ده واحد من عايز أقول concern أو نقدر نقول الحاجات اللي احنا نقدر نتكلم فيها، هنتكلم عنها في الآخر إن شاء الله. دكتورة رانيا، what does it make for a fully written paper before submission? What does it make؟ مش فاهم سؤال دكتورة رانيا، تقصد إيه؟ What does it make for أفولي في، يعني هو يكتبها كلها تقصدي حضرتك ولا ايه؟ لا بعد اذنك يا دكتور، هو هي انا كتبها فعلا وعايزاها هو يراجعها لي قبل ما اعمل لها سبمشن، يعني انا كتبتها لوحدي. تمام
من غير ما استعين بيه. ممكن هقول لحضرتك حاجه، هي طبعا الجزئيه دي يعني انا جربتها في الحاجات ساعات اللي كانت بتجيلي كبير ريفيو من مثلا من جورنال، وحاولت ان انا اشوف ايه الافكتفنس بتاعه. فانت عندك اكثر من اوبشن، بتدي له الروبريك، بتقولي له والله انا عايز البحث ده تشوفولي من ناحيه روبريك، من ناحيه الايتمز ديت. صراحه يعني ما كانش افكتيف للدرجه اللي هي المرضيه زي ما بيقولوا، يعني ما حققليش اللي انا عايزه. بس في حاجات تانية ممكن يعني تقدر توصلي لها في كتابه الدسكشن، ممكن يكتب لك دسكشن وانت يعني العكس هو قد يكون الانسب شويه، انما المراجعه بتاعته كبير ريفيو مش بالقوه المتوقعه صراحه. يعني هو دائما بيبقى يعني ايه بير ريفيور كويس، يعني ما بيط... يعني اقول له في الاخر اقول لا بس انا يعني شايف ان البحث ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يبدا يقول لي اي ابلوجايز وفعلا عندك حق، ويبدا يعني ايه يغير. يعني محتاج ان انت توجهيه، ما ينفعش يكون هو الفيرست اوبينيون بالنسبه لك. يعني ممكن في البير ريفيو سواء لحضرتك لو حد تاني يكون هو اللي بيعمل لك ريفريزنج الافكار، يعني تقولي انا شايفه ان مثلا الانترودكشن فيها كذا وكذا وكذا، انا عايزك تفورميوليت ما يفيد هذا، انما ما تعتمديش عليه كفيرست اوبينيون في راي في راي في الراي في في بحث. ما بيديش سوجيشنز يعني ان انا اغير او اعمل موديفاي او اعمل حاجه، يعني أو... صراحه لو اعتمدت عليه كفيرست اوبينيون مش هتستفيدي. تمام دكتور احمد، العفو دكتوره، از التايم كونسيومينج اند سام سورت اوف هابيتويشن، تقصد حضرتك تايم كونسيومينج استخدام الشات جي بي تي، ولا يعني برضو لو توضح حضرتك سؤالك دكتور احمد. انا اقصد استخدامه والقعاد قدامه، يعني ان انا افضل كده ممكن هو يشدني لغايه لما الاقي نفسي الساعه 2 بالليل مثلا. صح، وايبقى انا فهمت كده ان سام سورت اوف هابيتويشن. والله يا دكتور كلام حضرتك مظبوط جدا، عشان كده هو زي ما بيقولوا احنا كل ما هنكون فوكس وعايزين احتياجاتنا منه، انا محتاج منه 1 2 3 واخدها وشكرا وسلام عليكم، انما فعلا لان حضرتك انت بتوصل لمرحله ان هو تشاتنج معاه، يعني فعلا بتبقى انت بتعمل تشات معاه، والتشات ممكن ينفتح زي ما انت عايز، كل ما بيطلع لك حاجه تقول لا اصل دي مش عجباني انا عايزك كنت تعدل كده، هيعدل عليها، بتفضل وراه، فممكن الموضوع ياخد وقت لو انت فعلا يعني سبت نفسك معاه. انما لو بقينا فوكس، ويمكن الدكتور محمد بيقول هي ميك سام سورت اوف برين ستورمينج از ا ريفيو، ممكن استفيد منه في الجزئيه دي، بس فعلا ما طولش معاه. لو فتحت معاه دكتور احمد هو ما شاء الله مش يعني مش هيقول لا، يعني دائما وابدا عنده حاجه هيقدمها كل مره مختلف عن اللي قبلها. فكلام حضرتك مظبوط، وده يعني قد يخليه يفقد اللي احنا عايزينه منه، عايزين ان هو يكون تايم مانجمنت يوفر لنا وقتنا فعلا، ما ياخدش من وقتنا كتير. فيعني انا اعتقد ان ده تنبيه اكتر منه فعلا، يعني ده دي ملحوظه مهمه فعلا محتاجين نخلي بالنا منها يا دكتور احمد. شكرا. استاذن حضرتك برضو دكتور محمد في نقطة تانية برضو محتاجين نخلي بالنا منها، واحنا بنشتغل مع الجي بي تي او يعني الليميتيشنز، يعني ان هو بيدينا الكلام اللي اوريدي احنا مش احنا يعني اللي الساينتست حملوه له اللي وصل له، ممكن تكون الداتا اللي وصلت له دي هي نفسها بايز، ممكن تكون هي نفسها ده مش كل المعلومات اللي موجودة، يعني هو حسب اللي احنا حملناه والحمل على المواقع من معلومات هو بيتصرف منها، لكن ممكن ما تكونش هي accurate 100%. متفق مع حضرتك 100% دكتورة أميرة، ودي أحد الإشكاليات في موضوع البايز، سواء البايز ده scientific سواء كان gender زي ما قلنا cultural بقى religious أي حاجة cultural، كل ده موجود، كل ده مع حضرتك. عشان كده احنا يعني متفقين تماما ان احنا المعلومة ما بناخدهاش منه فور برانتي. فبرضو شكرا لحضرتك بتفكرينا بدي، وهنرجع لها تاني بإذن الله. دكتور محمد نختم بالتعليق ده، we can tell him as a reviewer can you suggest modification for this paper. جميلة دكتور محمد في حاجتين اللي انت بتقوله، ان انت حطيت الكونتكست، قلت له انت as a reviewer انت كمراجع حط لي suggestion. الموضوع فيه برضو trial يعني، بس لازم توجهه على suggestion اللي ايه بالضبط، حدده. هتقول له مثلا والله الجزئيه مثلا في الميثودولوجي ناقصها حاجه، او في يعني ارجع تاني ااكد دكتور محمد ان انت محتاج ان انت تكون هو يكون السكند اي، يعني ادي له بس ذا
زي ما نرجع نقول البرومتس اللي هتديه له خليه بالظبط، يعني فور اتش بارت بس خليك برضو سبيسيفيك في البرومتس، انت عايز ايه بالظبط في الموديفيكيشن. عايز مثلا هتقول له مثلا ان البحث ده ناقصه بالنسبه مثلا للميديكال اديوكيشن ناقصه كونسبشوال فريم ورك، فتقول له انا عايز كونسبشوال فريم ورك في 1 2 3 4، او جزئيه الدسكشن دي فيها ليميتيشن في حته في انهي جزئيه بالظبط، في الكومباريزون بين كذا وكذا. فانت كمان برضو خليك في البرومت اللي هتديه له سبيسيفيك، وديه له برومت في كونتكست وفي اللي انت عايزه، ممكن يعمل لك الموديفيكيشن المضبوط. ويعني انا بالنسبه لي زي ما بيقولوا شايف هو ليرنينج كيرف، انا بتعلم معاه صراحه، ويعني وبحاول في كل مره يعني الحاجه الجديده اللي بتعلمها بحاول ان انا بحطها في الويبينار، فهو ستيل ليرنينج كيرف لينا كلنا، فاحنا بنتعلم ويعني وبنحاول ان احنا نشارك اللي نتعلمه مع بعض. فاللي انت بتقوله ده كلام يعني مظبوط، يعني زي ما انت بتقول كده هنعمله بالتفصيل، هيدينا فعلا زي ما انت قلت كده جديد موديفيكيشن. شكرا دكتور محمد على مشاركتك. طيب اذا ده كان الدور بتاعه في الريسيرش. طيب احنا دكتوره مريم، اتفضلي دكتوره مريم. معلش حضرتك انا كنت كتبت بس سؤال في الشات، هل ممكن استخدامه في كتابة الجرانت أو إيفاليويشن جرانت بروجكت أو البروجكت سواء كتابته أو الإيفاليويشن بتاعه؟ جميل. أنا آسف يمكن معلش عدلي دكتورة لا من كتر الأسئلة الله يكون فوق حضرتك. لا بالعكس، الجرانت سهل جدا، أنا هقول له ده يعني الجرانت ده من أسهل ما يمكن، هقول له أنا عايز أكتب أجرانت، ودي له حتى لو عندك تمبلت للجرانت حطي له الأيتم بتاعت الجرانت، فكتبت الجرانت دي وهيديها لك على فكره كويسه جدا. يعني اديني توبك كده دكتوره مريم لو سمحتي. اي وونت تو مثلا بيشنت سيفتي، ا جرانت اون بيشنت سيفتي. طبعا احنا اتفقنا بقى، هقول له هنا از ا بروفيسور اوف ايه مثلا دكتوره مريم، اوف يعني ادي له كونتكست بالظبط. اقول له انا بروفيسور في ايه اند اكسبيرت ان بيجاتريك، اوكي يعني بيشن سيفتي ان نيوروتولوجي. اوكي اوكي بروفيسور اوف بيجاتريك اي وونت تو write a grant on patient safety to apply it مثلا for ministry of health او مثلا for ايه for ايه مثلا ministry of health ان اي سي يو اللي هي اليونيت الانتنسيف كير يونيت ميليتري لا يونيت الانتنسيف كير يونيت ان اي سي يو اوكي يونيت انتنسيف كير يونيت ده اللي هتقدمي له الانتنسيف كير يونيت. عايز ايه في الجرانت دي؟ ايه عايز اكتب لك ايه في الجرانت؟ I need the following component. عايز ايه حضرتك يكتب لك ايه في الكومبوننت بتاعتها؟ مثلا الاوبجكتيف ال اوبجكتيفز خلينا نقول انترودكشن. انترودكشن وهنقول الاكويبمنت وهنقول برضو اهو الدكتور احمد هيساعدني والبيرسونال شيرينج والاكتيفيتي وبرضه التريننج والبادجت كمان بعد الايكومنتس قلت لك حضرتك كمان تريننج والبادجت بادجت والتريننج تريننج لا اوكي بادجت حاجه ثانيه خلينا نقول له بقى هو بقى يعني يتهد بقى احنا هنعمل كل حاجه هو كم هو يشتغل بقى كمان شوية يعني أقول له يكمل من عنده بقى طيب هو كده إيه إدانا الأوت لاين أقول له لا يا عم إحنا مش عايزين أوت لاين وشو إدانا كل الأيتمز دي كلها فيبدأ أنا أقول له بقى إيه I need the full أو جراند each item in this grant. لا يعني ما ينفعش كده يعني أنا عايزك تديني كل حاجة. ف
فاداني الانترودكشن، وهو مصمم بقى describe the current state of patient safety including any pertinent statistics. aim clearly the aim of the book is to significantly enhance patient safety within the neonatal intensive care unit by implementing comprehensive كذا الobjective. حط لي objective دكتوره مريم، قول لنا انت بقى reduce medication administration error. objective to improve communication among in ICU staff through كذا الميثودز الايكوبمنت سبيسيفاي ذا ايكوبمنت. ممكن انا اخد دي بقى دكتوره مريم اقول له هنا ايوه اخد دي كده زي ما هي كده اقول له. ساعات لما بديله ايتمز كتيره هو ما بيفضل ما بيدينيش سبيسيفيك، فاخده انا ايتم ايتم. جيف مي ذا فول ديتيلز فور، اقول له اديني الفول ديتيلز للجزئيه دي بالذات. فاداني دي وحطها لي هنا ايه كمان بالتكلفه الاوكيبمنت هي التكلفه بتاعتها. اه نيو ميديكال تكنولوجي سيفتي انهانسنج تولز تريننج الكونتنت الفورمات البروسيس تشينج الى اخره كواليتي امبروفمنت. حط لي ده هقول له اي نيد ذا بادجت ان ايجيبشن باوند. اهو حولها لنا بقى حسب لنا الدولار ب 15 جنيه. معلش بقى هو موصول لين 21 بقى ما حصلوش يعني ما عصرش اللي حصل لنا. طيب يعني ده بس كده كان مثال. ممكن بقى اي ايتم من دول يعني يا رب يكون وصلت كده اي ايتم من دول تاخد التايم لاين اهو مثلا هتقول له هنا كنترول سي. ولو حضرتك الجهه بعتالي تمبلت ممكن ادخل التمبلت الايتمز بتاعته هو يساعدني فيها. اوكي ديتيلز هنا اهو ديتيلز تايم لاين اقول له كمان ان تيبل فورمات اقول له اعمل لي تيبل للموضوع ده. فاعمل لي تيبل. ممكن اقول له كمان انت سجست ديت مفيش مشكله بروجكت انيشيشن اكوستيشن. انا عندي اعتقد هنا في يا رب يكون ده انا شغال على تشات جي بي 4 كونفرت ات تو دايجرام اولها لي الرسمه يا رب يعني لو انا عملت تشات جي بي تشات يبقى انا مش حاطط البلاك ان بتاع الدايجرام. ممكن يحول لي كمان لايه دايجرام. طيب يا رب تكون كده يعني ساعدت القرى. شكرا. عايز تقيميها لو عندك روبريك لتقييمها استخدميه بس زي ما اتفقنا ممكن ما يكونش اكيوريت بالدرجه اللي احنا عايزينها. ما احنا اتفقنا ان هو ان جنرال هو بدايه بالظبط بدايه بينا احنا. أوكي. الله ينور عليك دكتور. يعني كده لما هاجي انا في اخر اليوم زي ما بيقولوا كده عندي خليني ابعته لحضراتكم برضه لما يكون عندي زي ما بيقولوا يعني الفيرست درافت موجوده يعني خلاص انا يعني هشتغل عليها انا بقى اكمل انا عليها واحط البقيه من عندي بس على الاقل هتوفر لي وقت طويل. طبعا انا الكلام ده كله بعمل له كوبي بيست وباخده على الوورد عندي واعمل فيه اللي انا عايزه بعمل له الفورمات اللي انا عايزه اغيره واعدله زي ما انا عايز فبالتالي انا خلاص بقى عندي الدوكمنت وورد. طيب خلينا ننتقل للجزء الاخير او قبل الاخير بقى يعني ان شاء الله احنا باذن الله وذ تايم. طب از ليدر انا محتاج واذا ليدر دي يعني معلش خلينا نقول ان انا كلنا ليدر يا اما من اول سياده العميد معانا رؤساء الاقسام رؤساء اللجان انا ممبر في كوميتي رئيس كوميتي بناتنا وولادنا الشباب والبنات المعيدين والمعيدات اللي هيبقوا ليدر المستقبل الطلاب اللي عايزينهم يبقى ليدر. فاذا الليدرز دي بتجمع الجميع يعني مش قاصره على اقول ان انا يعني شخص واحد فبالتالي كل اللي هتكلم عنه دلوقتي يمشي لينا كلنا. طيب خلونا برضو احنا عندنا ريدي ميد كوميتس للليدر خلونا هي دي اللي احنا هنشتغل عليها وبرضو هبعتها لحضراتكم باذن الله. طيب هنبدا اول حاجه من اول كده بسم الله هنقول هنا اول سؤال او اول برومبت As a dean of X College, how can I make maximum benefit from ChatGPT as regards my daily work, strategic planning, quality enhancement, faculty development, improving student satisfaction, and engagement and problem conflict resolution and streaming?
اعتقد كلنا بلا استثناء قد نتعرض للحاجات دي، فانا عايز اعرف هو الشات جي بي تي ممكن يفيدني في الحاجات دي بايه؟ خلينا كده نساله ونشوف هو هيقول لنا ايه. وبدل كوليدج ادين اهو هنقول له ادين اوف كوليدج اوف ميديسن اوف او في يسرب الدكتوره هاله معانا. اوكي هاو اي كان بنفيت، ده سؤال جنرال للكل، فيقول لي في الديلي وورك ممكن ريسيرش اسيستنس تاسك مانجمنت استراتيجيك بلاننج، هيستفيدني في الداتا اناليسيز سيناريو بلاننج كواليتي انهانسمنت في الكريكولم ديفلوبمنت كواليتي اشورنس فاكولتي ديفلوبمنت بروفيشنال ديفلوبمنت، كل ده ديتيلز ممكن يساعدني فيها بايه. طيب تعالوا نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني خلاص خدنا كل اللي احنا عايزينه من الاولانيه دي كلها هنا اهو. از دين اوف فاكولتي اوف ميديسن برضه انا عايز اعمل ميشن اوف ذا بروجرام. هنا كنت عاملها كان معانا عميد كليه الصيدله فكنا عاملينها للصيدله مثلا. از دين اوف فاكولتي اوف ميديسن او خليها بقى المره دي فيزيوثيرابي بعد اذنك يا دكتور احمد. لا براحتك دكتور محمد عادي. اي ونت تو ديفولب ميشن فور ذا هنقول هنا ايه بي اس بروك صح كده بي اس بروك ذات از الاين من وذ يونيفرستي. طبعا احنا كنا حاطين هنا الميشن بتاعه اليونيفرستي استاذنكم هنخليها زي ما هي او بعد كده طبعا نحط بتاعه جامعه الدلتا. بروموتنج سايت ثرو باينيرنج ادوكيشنال اند ريسيرش اكسلنس ان اديشن شود بي كونسيستنت وذ ذا ميشن اوف انستتيوشن الى اخره. يبقى هيديني ايه انا عايز احط ميشن او براجع الميشن. فهنا الجميل قوي ان هو اداني يعني انا عايز اكزامبل فاداني اكثر من اكزامبل وبعدين نبدا احطهم اناقشهم. يعني ده برضه هيوفر لي دكتور احمد دكتور اله ان انا هيديني مجموعه نقدر نناقشها مع الزملاء. فيقول هنا مثلا to empower our physiotherapy student with cutting edge knowledge skills and research capabilities fostering a culture of patient content care through pioneering educational and research excellence will commit to positive impacting society health and well-being. اداني خمسه ممكن نبدا بقى نناقش. يبقى انا اداني الدرافت الاولانيه اللي ممكن نشتغل عليها مع الاقسام والزملاء بحيث ان انا اي واحده منهم مثلا. طيب ده اقترح لي ميشن. طيب بناء على الميشن دي based on this mission I need the goals of the program عايز احط اهداف البرنامج. اقول ان انا هختار واحده منهم كنترول V based on this mission اهيت واختار مثلا الاولانيه دي واقول له حط لي الايه اهداف البرنامج فيديني الجولز بتاعت البرنامج بتاعي. طب سؤال يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك طالما انه دخل في الميشن والفيجن هل انا يعني انا كمراجع مثلا في الهيئه واظن ان احنا فينا يعني عدد كبير من المراجعين للهيئه هي ضمان التعليم في مصر يعني هل ممكن اديله البرنامج واقول له راجعه اكوردنج للتمبلت ده؟ يعني برضه يا دكتور هرجع اقول لحضرتك حاجه نقدر نقول ان هو هيديني يعني بنفس فكره البير ريفيو فعمليه وصراحه انا برضه حاولت ان انا اجربها في مراجعه بعض البرامج مع هيئه الاعتماد هنا في السعوديه يعني برضه الى حد ما هيكون يعني مش هتقدر تعتمد عليه 100% بس هيكون مساعد قوي جدا بالنسبه لحضرتك صراحه. وفي الحاله دي هتعوز تستخدم بقى حاجات من البلاج ان يعني مثلا انت عايز مختصر للاس اس ار بي فبالتالي ممكن تقول له اديني المختصر بتاعها تديله الستاندرد نفسه او الكرايتيريون نفسه وتقول له هم حطوا كل الحاجات بتاعته ولا ناقصها ايفيدنس هيديك يعني وجهه نظر هتوفر وقت كتير بالنسبه لحضرتك كمراجع في عمليه المراجعه فهو يستخدم يعني انا صراحه يعني استخدمته بس ما اعتمدتش عليه 100% انما تقدر حضرتك تستخدمه وارجع اقول تاني هو صراحه ستيل ليرنينج كيرف لينا برضه بنستخدم ونشوف ايه الحاجات اللي هي كانت يعني فعلا استفدنا منها واللي محتاجه تعديل انما من ناحيه استخدامه تقدر تستخدمه دكتور احمد. طب هل ممكن مثلا لو شاف الرساله دي يقول لي والله ده في مشابه ليها 10 رسائل في اماكن اخرى داخل مصر وداخل الوطن العربي وداخل العالم؟ يعني مش هيبقى عنده القدره دي قوي. هنرجع اللي يمكن قالته الدكتوره يمكن اميره من شويه ان هو معتمد على الداتا اللي اتغذى بيها فهو طبعا يعني
قد يكون من الصعب ان هو يكون عنده داتا مثلا لجامعات مصريه، ممكن تكون جامعات عالميه بس مش هيكون عنده داتا مثلا بتاعت كل الجامعات المصريه. اللي يكتشف لنا الموضوع ده اكتر برامج البلاجريزم زي الايثنتيكيت والتاب نت ان، هيبقوا اقوى منه لان هم عندهم بيخشوا على الداتا بيز لايف، بيدخلوا على المواقع، يعني دول ممكن هم اللي ممكن يكتشفوها اكتر من شات جي بي تي. بالاضافه الصراحه يعني هنا هيئه التقييم في السعوديه عامله حاجه لطيفه جدا، هم عندهم الاون سيرش بتاعهم، يعني مجمعين الحاجات كلها بقى، كل اللي ما يخص الاس اس ار بي اللي اتعملت، فالى حد ما هم بيعملوا الموضوع ده على حتى على الاس اس ار بي، يعني بيراجعوا الاس اس ار بي اللي مكتوب من جامعه على اللي مكتوب من جامعات اخرى عشان ما يكونش حد واخد من جامعه ثانيه، فعاملين حاجه لوكال خاصه بالمملكه دي، لو موجوده في مصر هتفرق كتير، حتى ما يضمنوا ان ما حدش واخد من نفس من مصر نفسها، ان مش هتكون متاحه على الانترنت، هتكون كلها حاجات لوك، وده بصراحه بيبقى هو يعني الاشكاليه طبعا، وحضرتك ادرى مني يعني. تمام شكرا يا طيب. يبقى العفو دكتور، ربنا يخليك. يبقى كده كتب لي ميشن او كتب لي مجموعه من الميشن بس، لا ده هنبدا بقى ندخل من الميشن نكمل بقيه بقى التخطيط الاستراتيجي. I want to develop the strategic plan based on this mission. I need the strategic objective and the operational plan. يبقى انا ممكن كمان هستخدمه في كتابه الخطه الاستراتيجيه بتاعتي، ونعيش بقى حياتنا بقى، هنكمل يعني سيب ده لحضراتكم بقى نكمل فيه من اول اهوت الاستراتيجيك اوبجكتيف بتاعتي اللي معموله ايه، حط لي مثلا 6 أو 7 أو حط 10 ما شاء الله، وبعدين حطيت لي الاوبريشنال بلان بتاعتهم قد ايه، ممكن بقى امشي معاه خطوه بخطوه، اقول له حط لي التايم تيبل بتاعتهم، وحط لي الكي بيرفورمانس انديكيتور بتاعتها، وحط لي بادجت، حط لي مين مسؤول الى اخره. يبقى انا كده ممكن يعني، وده بقى هيبقى مع حضراتكم، هقول له هنا بقى ايه، could you suggest the required resources to implement the plan, what are the required committees to oversight the proper implementation of this plan, could you suggest KPIs, is there need for any advisory committee, وقول له كمان what are the suggested members اللي هي الادفايزوري كوميتي اللي هي الهيئه الاستشاريه للبرنامج. بعد كده اقول له could you suggest the meeting agenda for its first meeting, could you provide a diagram للorganizational structure and its workflow اللي هي للكوميتي دي. مشيت بقى معاهم كلهم خطوه بخطوه، وبعد كده قلت له لا انا عايز كمان تديني هنا بقى ايه، انا عايز اعمل internal quality assurance system في الكليه عندي، فاقول له could you provide a job description for the internal quality assurance system في الكليه. كل ده دوري بقى يعني، سواء العميد وحده الجوده يبقى ممكن يديني هنا كمان اهوت، ادي اداني اهوت الانترنال كوالتي اشورنس كل الناس اللي فيه والدور بتاعهم هيبقى ايه، فدهاني. هنتقل بعد كده لجزئيه ثانيه بقى، I want to hire a head of X department, could you give me some suggestion for the selection criteria, انا عايز اعين رئيس قسم، طب ممكن تديني الكرايتيريا اللي انا ممكن استخدمها للسلكشن كرايتيريا. فهنا هيديني الكرايتيريا لاختيار رئيس الاسم. شوف كده قال لنا ايه هنا، اكاديميك كواليفيكيشن، ليدرشيب اكسبيرينس، واتحطت لك تحت كل واحده بعض الايتم، تيتشنج اند ريسيرش، منتورشيب، adherence to policy and procedure, collaborative orientation, vision and innovation, commitment to quality assurance, ethical and professional standard. طيب عايز ايه تاني؟ يعني حاجات بقى كلها شبيهة. Could you give me objective checklist to use for objective selection? عايز اختاره. As I have more than one candidate. عندي اكتر من حد وعايز اختار واحد منهم. طب نروح لحاجة تانية بقى، الconflict resolution. I have a conflict in department X, could you suggest the best approach to deal with it, لو انا عندي مشكله في قسم من الاقسام طب اعمل ايه، understand the conflict, encourage open communication, identify the root cause, mediation, conflict resolution strategies, establish ground rules. اداني بعض الاستراتيجيات لو انا عندي conflict. حاجه ممكن تخصنا كلنا، I have a problem in managing meeting time to cover all meeting agenda element. What are the best suggestions to deal with the problem? عندنا دايما مشكلة في الاجتماعات بتطول واحنا مش قادرين نعمل time management، فأقول له ساعدني في هذا الموضوع. Create clear meeting agenda, prioritize agenda items, set realistic time limits, use time management إلى آخره. يبقى اداني بعض الاستراتيجيات اللي استخدمها.
خلصنا السنة وأنا كرئيس قسم أو عضو هيئة تدريس وعايز أعمل ريبورت للسنة الأخيرة، فأقول له I want to write the annual report for college performance in the academic year 2022-2023 which cover our achievement in the following area. 20 of our faculty members had been promoted in different ranks. We got the second in the University President Prize for Excellence. Our students got 2 awards in University Student Scientific Forum. All these achievements reflect college effort to improve the teaching and learning activities and promoting the research activities. عايز يكتب لي تقرير. وطبعا هنرجع نقول موضوع كتابة التقرير ده براحتنا بقى. هقول له عايزه 5 سطور، عايزه صفحتين، عايزه 3 زي ما انا عايز. عايز اقول له دكتوره دعاء ناخد بقى الحاجات كلها بقى من اول الدكتوره حنان. في حاله المراجعه الحقيقه بقى ادخل لها كل المستند يفحصها ويقرر. طبعا دكتوره حنان لو عايز يراجع هنا بقى، هو على فكره ما بيقبلش تكست كتيره، بس باخد هنا بقى واحد من البلاج ان اللي هو اسك بي دي اف، بياخد البي دي اف ويقراه واقول له ومش كده وبس، انا بديله الملف البي دي اف اللي هو عايزه يراجعه وادي له تشيك ليست مثلا عشان اقول له يستخدمها. دكتوره مريم هنتكلم دلوقتي حالا في اللغه العربيه، بيستخدم اللغه العربيه، بيستخدم كل اللغات. دكتوره دعاء ممكن يعمل سوات اناليسيس. ودكتور احمد جاوبنا على موضوع اللغه العربيه، وده اللي انا هختم بيه دلوقتي عشان يبقى ايس بريك، لان احنا انا حاسس ان انا تقلت عليكم. دي كل البرومتس دي موجوده بالعربي، هبعتها لحضراتكم. بس خلونا ناخد برومتس تاني بقى. هو معلش يا دكتور محمد، هو ده كان سؤال، يعني هو كمان هيعمل لنا السوات اناليسيس بتاع الاستراتيجيك بلان؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن كمان. قولي له انا عايز سوات اناليسيس، بس طبعا لازم هندي له احنا يعني بعض الداتا عشان ما يبقاش هايبوثيتيكال سوات اناليسيس، يعني ما ينفعش هو يعمل لنا، بس لازم ندي له الكونتكست كبير شويه عشان يعمل لنا سوات اناليسيس واقعي، ما يبقاش هايبوثيتيكال. او ان هو برضه هيعمل برين ستورمنج لايه الحاجات السترينثز والحاجات اللي شايفها، واحنا ناخد منها بقى يعني فيت معانا. يعني على الاقل حضرتك ادي له كده، يعني زي ما بقول لك كبري شويه في البرومتس، يعني هتقولي له مثلا انا عندي في السترينث ان احنا عندنا قسم تعليم طبي مثلا، عندنا في السترينث الفرايتي اوف فاكالتي ممبر، عندنا الفاسيلتيز الريسورسز، هتقولي مثلا في السريتس اللي عندنا، عندنا اللائحه الجديده 5+2 لسه اعضاء التدريس. لازم تدي له بعض الكونتكست والتفاصيل عشان يطلع لك برضه بيزد اون ذس ميك اناليسيس. شكرا جزيلا. تمام كده؟ طيب نختم بحاجه عربي قبل ما نروح للتيك هوم مسج. طبعا ما شاء الله اكيد عندنا من الدكاتره الدكتورات كثيرات معانا، فعشان كده نعمل لهم حاجه بقى للعشاء ده، اديله بقى فهنقول لهم احتاج، هنقول او مش نقول له، هنقول له احتاج لوصفه وجبه عشاء سهله التحضير واقتصاديه ويحبها الاولاد. في حاجه اكتر من كده بقى؟ ونشوف هيدينا ايه. كل مره يعمل مكرونه بالصلصه البسيطه والتفاصيل بتاعتها. طبعا ممكن نقول هنا ايه، احتاج لبروتين معها مثلا، لانه ما حطش بروتين هو، بس هو عشان عملها لنا اقتصاديه. يعني جهزها بالمره بقى، المره الجايه شكلها دكتوره طارق. او نقول له هنا مثلا او اولاد لا يفضلون المكرونه، وهكذا بقى. يعني ده بس هو مثال ان هو بيدي عرض، لا يفضلون المكرونه، هيدينا وجبه تانية وهكذا. حطينا شرائح يعني ماشي، المهم يعني والطريقه بتاعتي. إذا فهو في العربي ما تقلقوش عليه من ناحية العربي، هيشتغل مع حضرتك في العربي بإذن الله. طيب ممكن ناخد يعني من 5 لـ10 دقائق زيادة بس يعني، وخلاص أنا طولت مع حضرتك فأنا عارف. لا اتفضل يا دكتور معاك يعني. هنختم بالتيك هوم مسج، وهم فعلا يعني يمكن 5 دقائق اللي هم الصراحة فيهم بعض من التفاصيل وبعض من الحاجات اللي حضراتكم أثرتوها. challenges and the ethical implications.
هل في فعلا تشالنجز وإيثيكالز كونسيرن او امبليكيشنز للشات جي بي تي؟ اول حاجه الاكاديميك انتجريتي، وده مين كونسيرن اكسبريد في الشات جي بي تي، موضوع الانتجريتي. هل يا ترى فعلا هيبقى عندنا فيه؟ مش انا على فكره هاثير حضراتكم يعني كده نقاط، ريزد نقاط ويعني ونفكر معها لحلول. في فعلا موضوع الانتجريتي ده هيبقى موجود، موضوع لو ان الطالب كتب الاساينمنت كله بالشات جي بي تي هنعمل ايه؟ واحنا كلنا بنتكلم يعني عايزين ما تبقاش كل اسئلتنا ام سي كيو، لا احنا عايزين اساينمنت، عايزين بروجكت، عايزين الطلبه يشتغلوا كولابريشن. فلو عملوا كل ده طلبه الدراسات العليا، لو عملوا الماجستير كله الثيسس كلها مكتوبه بالتشات جي بي تي، هيبقى عندي اول تشالنج موضوع الاكاديميك انتجريتي. ومشكلته هتيجي في النقطه الثانيه اللاك اوف ريجوليشن، ان ما عنديش ريجوليشن حتى هذه اللحظه على مستوى الدول، على مستوى الوزاره، على مستوى الجامعات، على مستوى الكليات تقول لي الريجوليشن لاستخدام التشات جي بي تي. طبعا يعني في ريجوليشن اساسي ان هنقول للطالب انت ممكن استخدمه في البحث، بس ما تستخدموش في كتابه الاساينمنت. وانت لو اكتشف ان هو مكتوب بالاي اي ده زيه زي البلاجريزم زي ما تفضلتوا حضراتكم من شويه، او زي كلها يدخل تحت اطار الانتجريتي او الاكاديميك ديسونستي، فده كده يعني معروف. بس فيه محتاجه تفاصيل اكتر ما زالت مش موجوده لحتى هذه اللحظه. يجي النقطه الثانيه ثالثه مهمه، البرايفسي كونسيرن. ايطاليا في ابريل 2023 عملت بان للتشات جي بي تي عندها عشان موضوع البرايفسي، ان احنا كل معلومه بنحطها في التشات جي بي تي بتدخل في الداتا بيس بتاعته، فبالتالي احنا بنبقى اكسبوزد، معلوماتنا دي بتبقى اكسبوزد بتروح عنده، فبالتالي دي نقطه توضح في الحسبان. البايز زي ما حضرتك قلت احنا بناكد عليه، موضوع الكوجنيتيف بايز، لان هو بايز للداتا اللي موجوده عنده، فبالتالي البايز موجود. وبايز للكالتشر، حسب مين اللي حط الداتا دول، على حسب الناس اللي حط الداتا اكتر هيبقى البايز رايح عنده. وفي الوقت نفسه في جندر ودايفرستي، زي ما قلنا هو عنده بايز ناحيه الميل، لان قالوا ان معظم الناس اللي اشتغلت في الاي تي والارتفيشال انتليجنس هم الميل، فبالتالي عنده شويه بايز ناحيته. الاكسسبيليتي زي ما حضرتك قلتوا في البدايه خالص، اللي فيه مش كل الناس عندها الاكسسبيليتي للانترنت، مش كل الناس عندها ان هي تعمل في بي ان وتدخله، وخاصه مثلا في مصر حتى الوقت الحالي، مش كل الناس عندها الامكانيه ان هي تشترك في الشات جي بي تي 4 وتدفع فيه فلوس، لان هو الموضوع تحول في النقطه الاخيره برضه في جانب منه كوميرشاليزيشن، وفي جانب بيزنس بيكسبوا من وراه فلوس. فكل دي عباره عن تشالنج وإيثيكال إمبليكيشنز حتى هذه اللحظة ما شفناش لسه يعني رولز وريجوليشن لتنظيمها، فده النقطة الأولانية. طيب فاليونسكو حطت ريكومنديشن في واحد من الجايد لاينز اللي عند حضرتك، قالت إن لازم يكون في سيستم وايد فيجن أند استراتيجيك برايورتيز. السيستم وايد فيجن ده على مستوى الدولة، من اول يعني وزاره التعليم كل الوزارات حتى اللي مع بعضها، مش وزاره واحده بس، اللي يكون في عندي سيستم وايد فيجن لموضوع استخدام الذكاء الاصطناعي، مش مساله على فكره بس الايثكس، لا ده كمان ازاي هنستفيد منه وازاي نوظفه بشكل مفيد لاولادنا وبناتنا وللتعليم العالي في مصر. كمان مش كده وبس، ده لو انا عندي البرنسبل دي لازم تكون اوفر ارش، فاهم؟ بنقول كده احنا عندنا انتجريتنج وسيستم بيز، لا هي كمان لازم تكون كل لما هتكلم على لائحه الدراسه والاختبارات احط ما يخصها في التعليم الذكاء الاصطناعي، لائحه الدراسات العليا تاخد ما يخصها، يبقى كمان يكون في اوفر ارشنج للبوليسز دي، وان هي تكون انتر ديسيبلينري، يعني برضو كله مش مشارك مع بعضه على مستوى الوزارات وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الاقسام، يكون عندي بوليسز وريجوليشن للايكوتابل والانكلوسيف والايثكس يوز اوف اي اي. مش موجوده، ما عنديش حاجه مكتوبه بتقول لي ايه هي البوليسي والريجوليشن للكلام ده كله، ان الوصول للمعلومه والوصول لاستخدام الاي اي يكون متاح للجميع، يكون في ماستر بلان فور يوزنج الاي ان اديوكيشن والمانجمنت والتيتشنج والليرنينج والاسسمنت. احنا اتكلمنا على حاجات النهارده قد نعتبرها شبه بلان، انا في الريسيرش حطيت 10 ايتم اجتهدت وطرحنا ال 10 ايتم دول استخدمه في الريسيرش. في التيتشنج والليرنينج اتكلمنا في الكوريكولم ديزاين، بنتكلم في الاسسمنت، بس تكون في بلان 1 2 3 4 لاستخدامه في كل ايتم. في التيتشنج ميثود هعمل استخدمه ازاي في التيتشنج ميثود وهكذا. طيب
بايلوت تيستنج مونيتورنج اند ايفالويشن اند بيلدنج اند ايفيدنس بيس. انا شايف حضراتكم معلقين وكاتبين ان ده ممكن هيبقى له تاثير على الكوجنيتيف بتاعنا والثينكينج والواو الى اخره. طيب وهل فعلا ده 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 ما يعني معلش اقول هل ده اكيد ولا لا؟ بس احنا ما عندناش ستادز قالت تاثيره علينا على مدى السنوات هيبقى عامل ازاي. هل هيعمل فعلا ليميتيشن؟ هل هيقلل السكيلز بتاعتنا؟ طب ما احنا لسه عايزين ريسيرش تقول لنا هذا الكلام. ولا زي هرجع تاني للمثال اللي حضرتك قلت في الاول بتاع الكالكوليتر. قال لك في البدايه والله احنا طبعا يمكن ما عصرناش احنا الكلام ده، قالوا ده الكالكوليتر ده هتلغي مخنا ومش هنحسب هو الى اخره، بس خلاص بقت جزء من حياه اولادنا وبناتنا في المدارس مثلا وهكذا. الحاجه الاخيره فوسترنج لوكال اي اي انوفيشن فور اديوكيشن. لا احنا عايزين نستخدم الاي اي في الإدوكيشن، نوظفه صح، نوظفه لينا وللطلبة والطالبات اللي هم يستخدموه فعلا ويستفيدوا منه. عشان كده يعني آخر تيك هوم مسج، use chat GPT with care and creativity. Create opportunities for faculty, staff, students and other stakeholders to discuss the impact of chat GPT on the higher education. Introduce clear guidance for students and instructor about how and when ChatGPT can be used and when it can't. Connect the use of ChatGPT to course learning outcomes. This helps students understand how ChatGPT can support their learning. وهنا بتكلم في حته ان هو ممكن يكون البيرسونال تيوتر بتاعهم، بنتكلم على موضوع اللي هو personalized learning وازاي ممكن اوظف الاي اي في الموضوع ده. Review all forms of assessment and evaluation to ensure that each element is fit for purpose. وده يمكن دكتورة أميرة قد يكون يعني بردن في وجود التكنولوجي ده والتشديد ده في إيد ولادنا في موضوع control الاسسمنت. Review and update policies related to academic integrity, honesty in relation to ChatGPT and other AI tools. Train teachers, researchers and students to improve the queries they post to ChatGPT اللي هو موضوع البرومت انجينيرينج وازاي ان احنا نتعلم نعمل برومت صح عشان يدينا نتائج صح بإذن الله. ده كان آخر حاجة، يعني احنا فعلا زودنا قرب العشر دقائق. حقيقي بشكر حضراتكم فعلا على يا رب كده يعني يكون يعني زي ما أنا أكيد استفدت بالمناقشات تكونوا استفدتم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ويعني يوحنا وقت لو في أي أسئلة أي حاجة تحت أمركم. فشكرا ليكم، شكرا دكتور أحمد، شكرا دكتورة دعاء، شكرا لحضراتكم جميعا. وإن شاء الله يعني هيبقى فيه بس ممكن بكرة بقى كل ما هو ماتيريال هتوصل لحضراتكم باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم جدا. شكرا يا دكتور، متشكره جدا على يعني الوقت كان ممتع ومر بسرعه جدا الصراحه، واستفدنا كتير وفيري انترستينج. انا شخصا سمعت حاجات اول مره اسمعها، فيعني شكرا لحضرتك جدا جدا جدا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، يعني يبقى في تعاون ان ذا فيوتشر ان شاء الله. دكتور محمد احنا بندعو حضرتك لزيارة كلية الطب وجامعة الدلتا طبعا وكلية العلاج الطبيعي، لان احنا توأم يعني الطب والعلاج الطبيعي حاجة واحدة. دكتور احمد شكرا، ربنا يخلي حضرتك. ربنا احنا طبعا بندعو حضرتك لزيارة جامعة الدلتا، وان شاء الله ان شاء الله حضرتك تكون بقى معانا وجها لوجه وتدلنا الوركشوب ده بشوية ابليكيشن يعني اكتر كمان ان شاء الله. ان شاء الله دكتور احمد يعني اقرب يعني وجود ليا في مصر ان شاء الله، ده بالعكس ده يعني حضرتك وانس نزلت المطار حضرتك تيجي على الدلتا على طول. اكيد اكيد يشرفني ويسعدني ولا دكتور احمد، بالعكس ان شاء الله. تسلم يا الف فيري انترستينج فعلا دكتور محمد، شكرا دكتور احمد على الانفيتيشن. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. شكرا دكتور محمد، وشكرا لكل الموجودين ودكتور دعاء وسياده العميد انه فتح لنا الفرصه الجميله. دكتور محمد ألف شكر لحضرتك، وأنا برضو إن شاء الله على الوعد بتاع حضرتك يعني إن هنعمل ووركشوبس خاصة بإزاي نستخدم الـ AI والـ GPT برضو للأسيسمنت، بقى هتواصل مع حضرتك في التفاصيل إن شاء الله. أكيد يا أهلا وسهلا، ونطمع من حضرتك في ده بقى. تحت أمرك، تحت أمرك دكتورة أميرة، تحت أمرك. جزاك الله خيرا. دكتور محمد العودي حضرتك لو رفع ايدك لو في اي حاجه قبل ما نمشي تحت أمرك اتفضل. شكلها كده كمل الاول. خلاص نشوفكم على خير باذن الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. يا ريت يا دكتوره دعاء التسجيل برضو.
جروب للناس اول اللي ما اختارت يعني لانه دكتور مفيد قوي محمد بصراحه. اول ما يبعتهولي هبعته على الجروب على طول ان شاء الله يا عامه. لانه مفيد قوي. هستأذنكم بس في لينك علشان اللي عايز سيرتيفيكت، انا بعتها كذا مره، فاللي حابب عايز شهاده يفيل بس اللينك اللي موجوده. وشكرا جزيلا بقى، ونتقابل على خير باذن الله. شكرا شكرا دكتوره دكتورة رانيا، دعاء. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا ألف شكرا. السلام عليكم. واحنا يا ريت كمان لو ممكن نشير التسجيل السيشن لو سمحتوا، ان شاء الله ممكن نشير التسجيل علشان ده برضه هيساعدنا في ان احنا نطبق برضه الخطوات تاني لوحدنا كده، نعمل هوم ورك تايم كده نعمله، يبقى برضه كرم كبير لو قدرنا ناخد التسجيل ان شاء الله. لو امكن دكتور بعد اذن حضرتك لو في رقم تواصل واتس مثلا مع حضرتك او اي او ايميل او وسيله نتواصل مع حضرتك بشكل مباشر. الواتس الواتس رقم الواتس على ال شكرا يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور محمد. ايوه ربنا يخليك. سلام الله.